ما فهمت عليك، شو هي يلي بدهم ينفضوها؟ شلون شو هي؟ وزارتنا. مين قال لك هالحكي؟ والله هيك طلع ريحة. طيب ممكن يوصل البلد عنها؟ دان مين قصدك؟ دان مديرنا العام بالاستاذ موفى. ليش في عنده لغوصات؟ الله يسامحك انت الثاني، هذا سؤال بينسأل. ليش مين مو ملغوص بهالايام؟ بس وينك؟ بجوز يكون مديرنا ملغوص بس على الخفيف. ها يا سيدي على الخفيف، على التقيل الحملة ما رح ترحم حدا، وكله بده ينسأل من أين لك هذا؟ العمى على هالمصيبة. مصيبة. ليش مصيبة بقى؟ أنت شو دخلك؟ لا أنا ما دخلني طبعا، بس الواحد منا يا أخي إلا ما يزعل ويتأثر إذا حدا من أصدقائه انحط بهيك معمعة، وبتعرف أنت علاقتي مع موفى شلون. شلون يعني؟ يعني مو علاقة رئيس ومرؤوس أبدا، بالعكس تماما، علاقتي معه علاقة شراكة، قصدي شراكة روحية متضامنة متكافلة، أنا وياه على الحلوة والمرة دائما. يا سيدي بالنهاية كل عنزة معلقة كعوبة. قلتك دخلات. هذا رفيقك اللي بالوزارة كلامه ثقة؟ هو بيني وبينك أنا ما كتير أخذ كلامه على محمل الجد، لأنه الإشاعات كتراني كتير بالبلد وكل يوم عم تطلع إشاعة شكل. طيب وإذا طلع حكي هالموظف اللي عندك مزبوط؟ لك يا ستي ساعتها بحل الحلال وكل شي بوقته حلو. صحيح، بس المفروض تحذره للمدير وتحطه بالصورة، على الأقل بياخد احتياطه شوي وبيتضبضب. من هالناحية طمني، رح بلغه بكل هالحكي اللي سمعته، ومو بس هيك رح أرش عليه شوية فلفل وبهارات. لشو الفلفل والبهارات؟ هيك حابب اتسلى فيه شوي وشوفه وهو مقصوصة زنيفته. فظاعة فظاعة، شو بتحب تصطاد بالمي العكري. شو الحكي سليم؟ الله وكيلك هذا اللي سمعته، وهالمصدر اللي جايب منه الخبر موثوق يا ترى؟ بالمية مية، لأنه هذا الزلمة ما في مرة قال لي على شغل إلا وصارت. بالمناسبة هو اللي قال لي بزمانه إنه مدير المشاتل بده يطير وفعلا طار، وهو اللي قال لي إنه معاون مدير الحراش راح ينط نطة كبيرة وفعلا نط وصار معاون وزير، وهو اللي قال لي كمان إنه أضبارة أبو تيسير بدها تنفتح وفعلا انفتحت أضبارة الزلمة، وليكو ملحوش بالسجن من شهرين بتهمة اقتصادية كبيرة. العمى بقلبه، ومنين بيجيب كل هالمعلومات؟ شايف شايف عم اقول لك زلمه مو قليل ابدا، له فوتاته ودخلاته وعلاقاته. لك بقى دير بالك بكون اضمن. سليم هلا فهمني شو قال لك بالضبط. اخي باختصار قال في حمله تنظيف كبيره رح تصير بالوزاره، والعين مفتحه على كم اداره ومن بيناتهم ادارتنا. العمى على المصيبه، شو سكروا فينا هلا؟ ما بعرف بس فعلا مصيبه، خصوصي انه في على مكتب الوزير تقارير ضدك انت شخصيا. تقارير ضدي؟ اي نعم يا سيدي، وكاتبين فيها كل شيء، وهالقصر يلي عمرته بالصبوره هو يلي فتح العين عليك بزياده. هلا كلها شقفه بيت صغير، فيلا صغيره صار قصر، يخرب بيت العالم شو بتنسى؟ العالم بتعمل من حبه امي. يا موفق لو وقفت الشغله على الفيلا كانت هينه مساله، بس نسيت بنايه بلودان. شو سليم؟ شو جاي تحاسبني؟ لا معاذ الله، شو حاسبك؟ لأنه كمان أنت مالك قليل عند ربك، رصيدك بلبنان صار بالملايين، يعني بالمختصر المفيد رجلي ورجلك بالفلقة سوا ولا لا؟ وأنت سادي مو أنا وياك، أنا وياك وعديلك عدنان، ولا نسيته لعدنان؟ لا سيدي ما نسيته، هلأ إيمنا من العلاج المصدي وفكر معي شو نساوي. ما رح نساوي شي، بس يعني لازم هلأ نتضبضب شوي وناخد حذرنا ونراقب الدائرة منيح. وليش نراقب الدائرة؟ لأني سمعت أنه في احتمال يبعثوا مفتش من الهيئة بس بشكل مخفي. العمى بلبن، شو ناويين يجيبوا آخرتنا هدول؟ وعينك تشوفه كيف ارتعب وحمر وشه وخنق صوته لما خبرته. بتصدقي يا أميرة أنا بعمري ما شفت موفى بهيك منظر. أنت التاني الله يصلحك على هالفصل. يا ستي كل الفصول والمقالب يلي عاملها بزماني كوم وهالفصل كوم. الله وكيلك يا أميرة كان رح يسند على الكرسي من رعبته، خصوصي بعد قصة المفتش المتخفي اللي اخترعت له اياها. حرام سليم، والله الزلمة آدمي ما بيستاهل كل اللي عم تعملوا فيه. مو فآدمي قال آدمي قال، بالفعل انك على نياتك. بارك لي يا ابو نور. ظاهر زبطت معك الحسبة تقريبا، لانه راتب هالشهر رح يكفيني اليوم 27، يعني رح انكسر على 3 ايام بس. ايه نيالة. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير.
شو عم تعمل حضرتك؟ استاذ عفوا، انا طلعت من البيت بكير وما لحقت افطر. تفضل سيدي. شو فاتحين مطعم هون يا استاذ؟ فروض فات مفتش على غفله، شو دخل انطباع عنا؟ صباح الخير. شو يا مدام؟ صارت الساعة 9، صح النوم ان شاء الله. انا اسفة استاذ، بس والله في زحمة كتير على الطريق. بس كل يوم في زحمة. صحيح، بس انا خلاص بسجل يومك اجازة بلا راتب، فهمتي؟ حاضر استاذ. وانت كمان يا استاذ، راح وجه لك انزالي تقاسك عن العمل وراح سجل بزاتيتك. خي انا نفذت. وديت البيان على الطباعة؟ لا والله استاذ، البيان عند أوبهجت وأوبهجت إجازة. وإذا كان إجازة ما بتروح على الذاتية بتجيب غيره؟ شو هالتوكل هاد؟ مخصوم من راتبك 5%. شو قصته اليوم؟ قسم بالله ما كان هيك. ما تركي كل شيء ايدك وحيني على المكتب. اسمعي مها. مول استاذ. بتفتحي لي عيونك اليومين ثلاثة منيحة. شلون يعني؟ ما فهمت عليك. يعني كل نص ساعة وساعة بتنزلي تحت، بتتركي طاولتك بتنزلي تحت، بتراقبي لي الجو العام، بتشوفي لي في شي شخص عم يتردد كثير على المديرية، وضعه غريب وبتبلغيني، فهمتي ولا عيد الكلام مرة ثانية؟ فهمت استاذ، بس خير في شي؟ لا ابدا، انت اعملي اللي قلت لك عليه وصلى الله وبارك. حاضر استاذ، متل ما بتأمر. روحي بعتي لي استاذ سليم. الاستاذ سليم لسه ما اجى. شو هالحكي؟ لهلا ما اجى؟ طيب روحي على مكتبك. اعطيني بيت الاستاذ سليم. سليم. قوم رد على التليفون المدير. من وين؟ لك المدير عم يسأل عنك، صارت الساعة 10. يلا. مدير. الو. ايوه. الين استاذ. الين صباح النور. الحق معك، بس الحقيقة انا تأخرت شوي بالسهرة امبارح. ليش خير في شيء؟ مشان توا بسيطة سيدي، مو مشكلة، بعد نص ساعة بجي. مع السلامة. الله معك حبيبي. هلا صار بده يطبق النظام علي حبيبي. الو. مرحبا. اهلين وسهلين استاذ موفق. بدي لك، انتو ليش واقفين عن الشغل؟ عم ننتظر الحفاره لحتى تجي استاذ. ليش؟ وين الضرابه؟ امبارح طلبها الاستاذ عدنان عديلكن، ولهلا ما رجعها. وشو بده فيها الاستاذ بلوط عديلنا؟ والله ما بعرف، بس يمكن عنده بير المزرعه بده يحفره. لك يا حبيبي ليش ما خبرتني بهالشي؟ استاذ ظنيت انه عندكن خبر. لك شو ظنيت ما ظنيت؟ يعني هلا اذا اجى مفتش بده يفتش، شو بده يقلنا؟ ليش جايينا تفتيش استاذ؟ عم بقول فرضنا اذا اجى مفتش. على كل حال هلا فورا بتبعت عمالك بيجيبوا الحفاره من عند عديلي وبتباشروا العمل فورا. يكون بعلمك انه هالشي ما راح يمر بسهوله، لابد من عقوبه بسيطه. بعدين متواجه. الله معك، مع السلامه. اما غريبه، شو صاير له؟ ماله بالعادة يدقق لتدقيق؟ أمنتوا بالله على نهار. هلأ مو مبارح جيتني أنت وقلت لك إنه شغلتك ما بتمشي؟ يعني ما بتتدبر أستاذ. لك لسه بقول لي ما بتتدبر؟ لك حبيبي شو ما بدها تدبر؟ هدول الأوراق مو كاملة، يعني مو قانونية، فأنا ما بقدر استلمها منك، فهمت ولا لا؟ ولك يا أخي ليش معصب؟ الشغلة كلها مو محرزة. كل اللي بدي إياه رخصة لكم بيت بلاستيكي، إيه شو عم بطلب مفاعل نووي أنا؟ صبر جميل وبالله المستعان. لك حبيبي فهم علي، فهم علي، الله يرضى عليك. شلون بدك ياني اعطيك رخصة وانت ما عندك ارض؟ شلون ما عندي ارض؟ الارض موجودة يا استاذ. عاد اصبح جيب لي سند الملكية او عقد ايجار الارض. بالنسبة لملكية الارض، فالارض لساتها مشاع بيني وبين اخواتي. عظيم، اصبح حل الموضوع بينك وبين اخواتك وبعدين تعال عندي. يعني ما في امل نهائيا استاذ؟ حبيبي ما في امان، ما في امل ابنو. حل عني، حل عني وشعت لي راسي هيك. ما في امان، خلاص خلاص. شو استاذ موفق؟
قال سلختني عقوبة 10% من الراتب. ايه وانت ليه زعلان؟ قال ليش زعلان؟ قال انا طول عمري تداوم على كيفي وما كنت تحكي معي شيء. انت بقى شو عدا مما بدأ؟ هذا لانه مهددين بالتفتيش بأي لحظة. شو يعني اذا مهددين بالتفتيش؟ بتنطبش الشربة براسي؟ هلا ليش عم تاخذ وتعطي معي كثير؟ ما بقدر ما عاقبك يا اخي، لانه اذا ما عاقبتك بظن الموظفين في شيء بيني وبينك وبتصير الشباب حوالينا. بعدين وينك؟ كل شيء خصم عليك بعطيك اياه من جيبتي. حاجه كربلاء طعمه بقى. انا ما عم بحكي مشان مصاري، بس مو حلوه بحقي تنزل بزاتيتي هيك عقوبه. خلص ما راح ننزلها بالذاتيه، فظاعه شو حريص على سمعتك. لك اخي ليش شو بنملك نحن بهالدنيا غير السمعه الطيبه؟ موفق. ما بنملك شيء الله وكيلك. تفضل. استاذ في موضوع حساس بدي اقول لك عنه. احكي احكي مو مشكله. استاذ في مراجع صار له 3 ايام عم يتردد على الدائره وحامل معه معامله غير قانونيه وداير فيها من موظف لموظف وبده يمشيها. شو هالحكي؟ وليش ما خبرتيني من الاول؟ ما كنت مشتبهه بامره من الاول. طيب تفضلي هلا على مكتبك واول ما يرجع مره ثانيه بتعطيني خبر، فهمتي ولا لا؟ حاضر استاذ. الله معك. سليم اكيد هذا هو المفتش المتخفي. لا تستبعد، احتمال كبير. طيب والعمل هلا؟ يا سيدي ما في غير انه نراقب هذا المراجع ونتاكد اذا كان مفتش عن حق وحقيقي ولا لا. انا رح اترك لك المهمه لك. ماشي الحال ولا ما انا جاهز. يلا يلا خاطره. الله معك. دير بالك. مع السلامه. وراقبته دخلك؟ ليكو الثانية، يعني معقولة أنا أكذب الكذبة وصدقها؟ إيش شايفتيني أجدب لهالدرجة؟ نايو على سلامتك. بس جننت لك يا جنان لهالمدير، جننته جنان. شلون بقى؟ قلت له راقبت الزلمة وشفته فايت على هيئة المركزية للرقابة والتفتيش. إيه؟ شو عمل؟ شو بده يعمل يعني؟ انخطف لونه وتوضى باللبن. المسكين ما عم ينام بالليل من رعبته. بس بدي افهم انت شو عم تستفيد من كل هالشغله؟ ولا شيء، عم اتسلت سلاي. طيب انت ليش ما بتكمل لعبتك على الاخر وبتحاول تستفيد؟ شلون؟ شو قصدك يعني؟ يعني طالما المدير اقتنع تماما انه هالمراجع مفتش ومبعوث لحتى يراقبه، بقى ليش ما بتتفق انت والمراجع وبتلعبوا لعبتكم على المدير وبتهبشوا هذيك الهبشه؟ لا عم بقلبك، منين اجتك هالفكره؟ حتى تعرف انه انا افكاري جهنميه. بس وينك اميره؟ قلتك بتزبط معنا؟ لك ليش لحتى ما تزبط؟ انت جرب شو خسران؟ ولك يا حبيبي يا عيني عم بحكي عربي، عم اقول لك لا تتعب حالك، صار لك 4-5 ايام رايح جاي على الفاضي، العمى ما كنت تمل؟ لا طيب طول بالك شوي انت، بدي اسالك سؤال، هلا اذا شفت السيد المدير ما بيعطيني استثناء بالرخصة؟ والله هالشي ما بعرفه، بدك تجرب جرب وانت وحظك. ماشي الحال، يعطيك العافية. لك وين هدفته انت؟ يعني معقول المدير يمر له هيك شغله؟ ليش بقى اخي؟ مديرنا عم يمر شغلات العب من هي وداع رقبه، بقى هو شطارته يا بتمشي معاملته يا بيقلعوا، المهم خليه يحل عن كتافنا شوي، العمى كله مصطبح بوشه. مرحبا يا حبيب الهلا. اهلا وسهلا مرحبا. بالله غلط السيد المدير وين؟ عفوا بدي اسالك سؤال، مو انت بدك تقدم رخصه بيوت بلاستيكيه؟ مظبوط. شو عرفك؟ الحالي لا لا. لوين؟ هلا انت ما بدك شغلتك بتمشي؟ طبعا. الحالي لا لا. تعال تعال. مثل ما عم اقول لك انا مستعد مشي لك المعامله ومستعد جيب لك الرخصه من فوق الاساطيح. الله وايدك، وشو بيطلع علي انا جاهز. شو قصدك؟ يعني شو بدك اتعاب انا جاهز. الله يسامعك، مين حكى بالاتعاب؟ أنا رح أخدمك هيك لوجه الله تعالى، لا جزاء ولا شكورة. يعني ببلاش بدون مقابل؟ ومو بس هيك، رح أعطيك مصاري فوق هالشي. شو هالحكي؟ أما هي سمعة، شو انقلبت الآية وصار المواطن هو عم ياخد رشوة من الموظف؟ هلا أنت ليش بتدج الكلام دج؟ أول شي هي اسمها إكرامية مو رشوة. ثاني شي أنا بدي أطلب منك يعني خدمة صغيرة مقابل هالشي. وشو هالخدمة؟ لعبة صغيرة بدنا نلعبها على المدير، وإذا زبطت معك بمشي لك المعاملة وبتاخد يلي فيه النصيب. وبلكي ما زبطت.
والله إذا ما زبطت يا دار ما دخلك شر، وكل واحد بيروح بحال سبيله، وهون حفرنا وهون طمرنا. طيب هاي الشغلة فيها شي مسؤولية؟ حاكم أنا ما بحب نام بين القبورها. لا لا أطمن، ما في شي من هاد، الشغلة بسيطة كتير. طيب فهمني شو الموضوع؟ راح أفهمك ولا يهمك، قوم هلأ، قوم لحتى أعطيك الوراق اللازمة وفهمك شو تعمل، قوم. شغل. ادخل. استاذ موفق، صاحبنا طالب يقابلك. مين يعني؟ المراجع اللي قلت لك عنه. هذا اكيد مشان المعامله تبعه. اه طيب خليه يدخل بعد دقيقه. حاضر استاذ. يا عم بلبو شو بده مني؟ اكيد بده يحاول يرشيك حتى يوقعك بالمصيده. ايه ما فشت عينه، شو مفكرنا جدبان قدامه؟ اخي انت ما بدك توصاي، اتغدى فيه قبل ما يتعشى فيك، يعني دغري بيض عليه وبيعه وطنيات. ولو خايف علي، يعني مستعد بيعه وطنيات من هلا لبكره. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. عافيك. ها؟ الاستاذ سليم هو؟ منين تعرف اسمي؟ ولو استاذ أنا ما بعرف بس اسمك، أنا بعرف شي كثير عنك. أها، شو قصدك بقى؟ تسمح لي أقعد أستاذ؟ أه تفضل تفضل، أهلا وسهلا شريف. شكرا. إذا ما خاب ظني، أنت كنت عم تراقبني امبارح. أنا؟ وليش لحتى راقبك عند المؤاخذة؟ أستاذ سليم، أنت ظليت ماشي ورايي لحتى دخلت بمبنى هيئة الرقابة والتفتيش، بقى خلينا نلعب على المكشوف أحسن. عفوا يا أخ، أنت شو عم تحكي؟ أنا ما رح أخذ من وقتكم كتير. شرف أستاذ. شو هاي؟ هاي صورة عن صفقة الأنابيب المشبوهة يلي صار فيها لعب بالمواصفات وقبضتوا من وراها 5 ملايين، مظبوط ولا لا؟ وهي كشف بأسماء الأشخاص اللي أعطيتوهم رخص غير نظامية، وفي صور عن كل الموافقات. وهالورقة إلك يا سيد سليم. ورقة شو؟ هالورقة فيها أرقام الفواتير الوهمية يلي صرفتوه على صيانة الآليات، بينما الآليات كلها خربانة وملحوشة بالمرآب، لا صلحتوها ولا بطيخ مبسمير. شرف أستاذ. شو هاد؟ هي أسماء الموظفين من أبناء المحافظات البعيدة اللي عم تتستروا على غياب والمقابل تبرعهم بنص راتبهم، وهي الشغلة بتخص عديلك عدنان. بس يا أستاذ الشغلة كلها فتيرة بفتيرة. خلاص خلاص، هذا الحكي بتحكيه قدام هيئة المركزية للقانون والتفتيش وقدام لجان محاكم الأمن الاقتصادي. محاكم الأمن الاقتصادي؟ لكن يا حبيبي إن شاء الله مفكر الشغلة يضحكوا لعب. عفوا ما فهمت شو قصدك. شوف حبيبي، يا أما منتفاهم يا اما بتخلوني اتيسر. شو تتيسر؟ اهلا وسهلا، خليني اتفاهم، انا تحت امرك، تفضل امور. شوف استاذ، انا ما بحب الاخذ والعطاء، المطلوب 1.5 مليون ومعكم مهله يومين لحتى تدبروا المبلغ، والا كل هالمستندات يلي شايفها بدي ارفقها بتقرير من يلي بيحبوا قلبكم لدائره الرقابه والتفتيش. لهيئة الرقابة؟ والله هذا عرضي وهذا اللي عندي. بس مو كتير 1.5 مليون، راعينا شوي، يعني شغلة بالمعقول. بالفعل كتير، يعني زراعتنا هالمرة منطلع لك اياها المرة التانية، وعد شرف. حبيبي أنا كلمتي كلمة وما بحب أخذ وأعطي. شو قلتوا بقى؟ أنا زلمة عملي وواتي حقه مصاري. ها لك يا أخي، ليشك أنت طبعك صعب؟ يعني وين ما كان الناس بتفاصل على السعر، مو بس نحنا. شوفوا حبيبي لا ترجعوا لي غازي، انا بدي 1.5 مليون وناقص ليره سوري ما بتوفي معي. بدكم بدكم، ما بدكم السلام عليكم. عفوا يا استاذ، استنى شوي لحظه من فضلك. شو استاذ، وفى لك المدير على الرخصه؟ ايه معه بيوافق. ايه ايه سيدي، شو بدنا نعمل هلا؟ ما في مجال، بدنا ندفع ورجلينا فوق رقبتنا، ما في مجال.
طب مو ضروري نتسرع، خلينا نفكر بحل تاني. لا تاني ولا تالت أخي، كل شي بينفدى بالمصاري هين، بعدين خايفة حيوان ويقدم كل المستندات للرقابة ساعتها منروب خبر كان. هيك قلتها؟ إلا كان. بعدين بيني وبينك المبلغ اللي طلبه كتير صغير، هذا طلع إنسان غبي وطلب 1.5 مليون، أنا كنت مفكر يطلب له 4-5 ملايين. يعني لو طالب هيك مبلغ كنت بتفكر تتفاهم؟ ليش عندك حل تاني؟ المهم اللي ندبر حالنا بسرعة، أنت بتأمن 750,000 وأنا بدبر 750,000. إيه لا أستاذ ما حذرت منوب، الاسم هاي معادلة. ليش بقى؟ لأنه لازم يتشارك معنا عديلك عدنان، ولا تنسى أنه رجله معنا بالفلقة، بقى ليش ندفع عنه؟ وبهالصورة كل واحد منا بيدفع 500,000. ماشي الحال، الزلمة بيدفع ما بيقصير، بس المهم أنت جهز لي حالك، وأنا بأمن 1,000,000 ليرة مني ومن عديلي. وكيف بدها تصير عملية التسليم والاستلام؟ يا أخي منتفق على مكان برات الدائرة، بس وينك الله يرضى عليك، خليني أنا برات الموضوع، اتصرف كل شيء لحالك كأني أنا مالي موجود. شو؟ طيب طيب فهمت، حاضر مثل ما بدك. السلام عليكم. الله معك. أميرة؟ أميرة؟ ولك يا أمورة؟ لك شبك شبك عم تعيط؟ باركيلي باركيلي، زبط الفيلم. إن شاء الله ألف مبروك. أنت الدفع؟ أنت الدفع؟ بكرة بكرة الدفع، بكرة الدفع، بكرة بكرة بكرة. لك حتى تعرف قيمتي. ولك أنت أذكى وحدة بالعالم، أذكى من كل الناس، أذكى من كاربوف بطل الشطرنج. يعني لو كنت مسؤول عن كتاب جينيس تبع الأرقام القياسية كنت نزلت فيه اسمك بدون تردد. شكرا حبيبي، بس عدم المؤاخذة يعني أنا هذا الكلام كله ما بيعبي مخي. لكن شو اللي بيعبي مخك؟ خاتم، خاتم ألماس مثل العالم والناس. أتكرم عينك يا أغلى الناس. سليم، هاي 1,000,000 ليرة، ويا ترى أنت دبرت 500,000؟ هي دبرتهم، موجودين معي بالسيارة. حلو، وين قررتوا تبدؤوا؟ بالكافتيريا. مزبوط، بس وينك؟ وعك حدا يشوفك؟ ها؟ ولو إلا توصي حريصة التاني. سليم، لا تسلم المصاري قبل ما تستلم منه الأوراق كلها، وينك لازم تكون الأوراق أصلية. شو عم قلها؟ ولو يا موفا، معقولة تفوتني هيك شغلات يعني؟ يلا على إذنك. الله معك. السلام عليكم. مع السلامة. يا ترى جبت الأوراق اللي عطيتك ياهم؟ ولو موجودة، بس بدي نصيبي بالأول. ولا يهمك، تفضل. شو هدول؟ 100,000 ليرة، حلال زلال عليك. بالله بس هدول؟ ايه طبعا، لكن قديش بدك؟ شو نسيت انك هبشت من الزلمة 1,500,000؟ صحيح، بس 1,500,000 انا دافع نصها، يعني كل يلي هبشتهم 750,000. تاني شي انا يلي مخطط لكل الموضوع، يعني انت ما عملت شي غير انك مثلت هالدور الصغير قدام المدير. ايه شو قليل هالدور الصغير؟ هذا بيستاهل 400,000. 400,000؟ 400,000 مشان ساعة تمثيل؟ هلا عم بقلبك شو انك طماع؟ استحى سيلفستر ستالوني يطلب هيك طلب. اخي باختصار 100,000 ليرة قليل، بدي اكتر. طيب ولا يهمك، راح اعطيك 50,000 فوقن منيح هيك، بس خلصني بقى من القصة ولا تكون طماع. والشغلة التانية اللي بدي اياها منك هي انه تاخد المصاري من هون وتكف مغيب من هون، يعني ما عاد بدي اشوف وشك بالدائرة ابدا، وكل واحد بيمشي بحال سبيله. وليش بقى؟ لك اخي هيك. اوعك تحاول تلعب بديلك معي، لانه اذا حاولت تلف وتدور هيك ولا هيك اتاكد اني رح اذيك بدون ما اشفق عليك. تاذيني هلي؟ لا والله ما حذرت، انا يلي رح اذيك. عفوا ما سمعت حبيبي. انا رح سمعك يا حبيبي. أنا المفتش عباس رضوان من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والحقيقة شك مديرك موفق فيه كان بمحله، بس خطتكم الغبية وفرت علي شغل كتير. على كافة الأحوال شكرا على قهوتك، وبكرة أنا منتظرك أنت ومديرك بمكتبي لتشربوا قهوتي. سلام.
مأمون. ايه لا لا خلاص لا تعملوا شيء. خلاص خلاص متأخر ساعة وبجي. ايه ماشي خلاص لا تشوفوا حدا. يلا سلام. شو ها؟ حليب. بس انا ما طلبت حليب. هي تعليمات المدام. طيب تأمر شي تاني؟ سلامتك. صباح الخير عمتي. صباح النور. شو انت اللي طلبتي لي حليب بدل القهوة؟ معلوم لانه عندك فحص. الحليب مفيد ومغذي وبنشط الذاكرة. بقى شلوني معك؟ معك حق بس هذا اذا كان في شيء بالذاكرة اصلا. يا عليم الله مو اذا بشرب كاسة حليب، اذا بشرب برميل حليب ما راح استفاد شيء. المشكلة اني المعلومات نسيانة تماما وما صح لي وقت لحتى راجع المادة. شو يعني؟ مو ناوي تنجح بالمادة وتتخرج من الحقوق وتخلصنا بقى؟ يا حبيبي يا وضاح مو حلوة مشان مركزك ومركز ابوك. بعدين لا تنسى انه البابا من الشخصيات المهمة بالبلد. والله يا عمتي عم ببذل جهدي بس القصة انه مسؤولياتي كبيرة والوظيفة اللي مستلمة كتير كبيرة وحساسة. ما اختلفنا بس ما بقي عندك غير مادة واحدة وبس. بقى ادرسها وخلاص منها وانصرف لشغلة. يعني معقول 7 سنين بالجامعة وما عرفت تتخرج؟ المشكلة انه المسؤوليات اللي فوق راسي ما عم تخليني لحق ادرس حتى. طيب يا عمتي ليش عم تعذب حالك وتدرس من الاساس؟ شو هالحكي؟ شلون لكن بدي انجح اذا ما بدي ادرس؟ ما بعرف والله. شلون ولاد هالمسؤولين واللي اصغر منك بالمركز عم ياخذوا شهادات طويلة عريضة وبدون ما يفتحوا كتاب؟ بقى ليش ما بتستفيد من صيت ابوك؟ يا عمتي شو بكي؟ محلك تعرفيني؟ انا مو مثل غيري. ليش يا حبيبي ما تكون مثل غيرك؟ انت فيك بكل بساطة تجيب استاذ المادة وتحكي لك معه كلمتين وبينجحك دغري. وانا بوعدك انه ما دري ابوك بالموضوع. لا القصة مو يدرى وما يدرى، مو هون المشكلة. انا بعرف انه الاستاذ بيتمنى ان يطلب منه هيك طلب، بس القصة اني انا ناوي انجح بعرق جبيني. انا ما بدي استغل مركزي ولا وضع ابي بالدولة مشان هيك شغلة سخيفة. شغلة سخيفة؟ خلص وضح اعمل اللي بيريحك. انا ليش عم وجع راسي معك؟ انت حر. ابو شاكر امرك معلم. خليه يجهز السيارة تعالي بعد 10 دقائق. على عيني. اهلا وسهلا مولانا شرفتونا. اهلين وسهلين. بتحبوا وصيكم على قهوة او شاي سيدنا؟ ليش انتم بالعادة بتضيفوا الطلاب شاي وقهوة اثناء الفحص؟ لا طبعا بس انتم وضعكم خاص سيدنا مواجبنا نكرمكم. لا معلش ما بدي شيء. تفضل شوف شغلك. تفضل ادخل. صباح الخير دكتور. صباح الخيرات اهلين. تعرف مين جاي يقدم مادتك اليوم؟ لا والله. مين يعني؟ وضاح. مين؟ وضاح؟ ايه دكتور. ليش وصيل؟ صار بالقاعة. لا حول ولا قوة الا بالله. كل فكري انه مو ناوي يقدم هالمادة هالدورة. ليش عفوا دكتور؟ انت شو بتفرق معك سواء قدم ولا ما قدم؟ لو عارفان بده يقدم هالدورة كنت سهلت الاسئلة شوي. الله يستر يا رب. امشي امشي لهلا. استحصي عليكم او مو واضح بوضح لكم اياه. لا لا معلش كل شيء واضح. شكرا دكتور. يعني فكري اذا عندك شيء استفسار او شغله غامضه هيك يعني ممكن انا اساعدك سيدي. شكرا لك شكرا لك يسلم ايدي ما في داعي. سيدي بالنسبه للسؤال الرابع المقصود منه انه تنازع القوانين. معلش دكتور لؤي بالنسبه لي كل شيء واضح. يا ريت تشوف باقي الطلاب اذا حدا لازم شيء. اي سيدي مثل ما بتمروا. امرك سيدي. شوفوا حبيباتي يلي عنده أي سؤال أو استفسار أو توضيح يسألني عنه. أنا موجود هون لخدمتكم ومساعدتكم حبيباتي. أنتم روحي.
شبشب قهوة سادة. أهلين حبيبي، طمني شلون قدمت؟ زفت. يعني ما بتنجح؟ عمل لك زفت، شلون بدي ينجح يعني؟ الأسئلة كانت صعبة؟ والله إذا واحد مو محضر مثل حكايتي ما راح يعرف إذا الأسئلة صعبة ولا سهلة. إيه؟ شو ناوي تعمل؟ شو بدي أعمل يعني؟ راح أستنى للدورة الجاية. كمان في دورة جاية؟ إيه وليه علينا على هالقصة؟ احترام عليك. دكتور لؤي برا وطالب يقابلكم. مين دكتور لؤي؟ استاذكم بالجامعة. ايه خليه يفوت وصينا اعطينا قهوة. حاضر. ادخل. صباح الخير مولانا. اهلا وسهلا. يا اهلين 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 دكتور، تفضل. الله يعطيكم العافية يا رب. الله يعافيك. خلينا ياكم. شلون الجامعة معك؟ والله تمام يا سيدنا. والحقيقة أنا حبيت إجي أول واحد مشان أهنيكم وبارك لكم. بإيش بدك تبارك لنا؟ بالتخرج مولانا. تخرج؟ ما عم بفهم عليك، تخرج من وين؟ من عنا سيدي، من الكلية. يعني مثل ما بتعرفوا حضرتكم تخرجكم موقف على مادتي. صحيح. وهي نجحتوا والحمد لله، ألف مبروك يا سيدي. أنا؟ ومو أي نجاح يا سيدي. سيادتكم حصلتوا على أعلى علامة بالصف، 98 من 100. دكتور أنت شو عم تحكي؟ سيدي امبارح خلصت تصحيح الأوراق. وبصراحة مثل ورقتكم ما شفت ولا عيني رأيت. دقة في الإجابة، إجاز بالشرح، إحاطة كاملة بالمواضيع المطروحة، إلمام واسع بأدق التفاصيل الأمثلة، يعني غير شكل. شو هالحكي؟ مثل ما عم قلكم مولانا. إيه بس أنا مو هيك أبدا. هذا تواضع منكم يا سيدنا. لك حبيبي لا تواضع ولا بطيخ بالبسمة، وهذا الكلام اللي بتقوله غير دقيق على الإطلاق. أنا بعرف حالي شو مجاوب، وبصراحة أنا ما عرفت جاوب على ولا سؤال. كل الكلام اللي كتبته قطش ودحش ما بيستاهل 4 و5 علامات، مو 98. شو مو انت اللي مصلح الورقه؟ بلا انا مصلحها. شوف دكتور، يكون بعلمك انه سياسه الكلب مكيالين انا ما بحبها ابدا، واوعك تتبعها معي. يعني بدك تعاملني مثل ما بتعامل باقي الطلاب، ومالك مجبور تميزني عنهم بشعره واحده. بس انا كنت، ويا ريت هالحادثه ما تتكرر ابدا. انت سلمت لورا الامتحانات ولا لسه؟ لا سيدي لسه. اصبح بتصحح لي علامتي وتشطب لي 98 وبتحط لي 5 أو 6، يعني العلامة اللي بيستاهلها. بس يا مولانا؟ ايه بس، هذا اللي بيستاهله. طيب شو رأيكم يا سيدنا نقسم البيدر بالنص، يعني وحط لكم علامة 50% حتى تنجحوا بالمادة وتتخرجوا سيدي. معلش دكتور، انت لا تتكلم تخرجي، انا عملت حسابي وخلصت مشان اتخرج الدورة الجاية. امرك سيدي، امرك. الله يخلينا ياكم مثل ما بتأمروا. الله يحفظكم ويحفظ الوالد درع لهالوطن ويجعله حجر الزاوية الهي. خير لؤي، شو بك؟ بتعرفي ورقة مين هي؟ وشو بده يعرفني يعني؟ هي ورقة وضاح. ومين هذا؟ ها وضاح ما غيره؟ اي نعم يا ستي، وضاح بعينه. وشو يعني ليش متكركب كل هالقد؟ لاني ماني عارفان شو بدي اعمل معه. الدورة الماضية حطيت له 98% وما عجبه. قديش بده لك؟ 100%؟ لا ستي، طلب مني رسبه بالمادة وحط له 7%. منيح، معناها الزلمة ما بيحب يحرجك وما طلب منك أكتر من حقه. هذا الحكي كان الدورة الماضية، بس هلأ كيف بدي أتصرف معه؟ يعني قديش فكرك حط له علامة؟ حط له اللي بيستاهله. ما بيستاهل أكتر من 7 من علامات. ليك أجوبته، ليك أجوبته شي من الشرق وشي من الغرب، كله تخبيص التخبيص. إيه خلاص، حط له 8% وصلى الله وبارك. هو أنا رح حط له، ما بتفرق معي، بس بركي زعل. بخاف يكون هالدورة عامل حسابه يتخرج فيها، لأنه تخرجه كله موقف على مادتي. طيب أنت ساعده بالمعقول، مو ضروري تنبحت كتير وتحط له علامة عالية. وأنا هيك عم أقول، أصبح رح حط له علامة النجاح، يعني على الحفة رح حط له 48%، وهيك ما بيحس هو إني التمسته. ليش ب48 علامة بينجح؟ بالعادة علامة 48 بيجبروها وبيزيدوها علامتين بالامتحان. إيه خلاص، حط له 48 وخلص من هالشغلة بقى. وانتي قلتيها بقى، خليني اخلص من هالمصيبة حتى اعرف نام
الله وكيلك كل دورة عم ضل ماسك قلبي بإيدي لحتى يخلص فحص ويطلع من القاعة. يعني كل شي توقعته إلا أنه يصير وضاح بجلالة قدره طالب عندي وأنا مسؤول عن مستقبله. إيش هو الورطة هاي؟ إيه دكتور، ما قلت لي قديش علامتي هالمرة؟ 48 زائد 2، بس هالعلامتين مو مساعدة مني لا سمح الله، لا ولو منيتي على حالي. هدول بينعطوا لكل الطلاب بالامتحان. ويا ترى كيف زبطت معك على 48 تمام؟ سيادتكم اللي زبطوها مو أنا، يعني إجاباتكم بالورقة كانت على قد علامة النجاح تماما، لا زيادة ولا نقصان، سبحان الله. بقى اسمحوا لي يا سيدي هنيكم على هالعلامة وعلى هالثقة بالنفس يا مولانا. لا يا سيدي ما حزنت، أنت كمان هالمرة عم تتبع سياسة الكلب والكيالين، بالرغم من أني محزرك أني أنا ما بحب هالسياسة أبدا. بس أنا هالمرة عطيتكم العلامة اللي بتستاهلوها تماما يا سيدي. العلامة اللي بستاهلها هي 8، لأنه أنا كمان هالمرة ما جاوبت على ولا سؤال إلا على ربع السؤال الأول اللي تذكرت جوابه بالصدفة. بقى ارجع للورقة وحط لي 8 وبلا الحركات معي. لك شو بك أنت؟ شو ناوي تنحبس يعني؟ أعوذ بالله يا سيدي شو انحبس؟ مثل ما بتمروا بيصير الله يخلينا إياكم ويخلينا الوالد فوق راس هالوطن ويجعله مفخرة وزخر. والله كتر خيره هالزلمة، يعني عم يعذب حاله مشان يدفشك وتنجح وأنت عم تتمقطع فيه. لك يا عمتي القصة أنا لا تمقطعت فيه ولا شيء، أنا بكل بساطة ما بحب حدا يدفشني لا لورا ولا لقدام، أنا بدي ينعطى حقي وبس. ما اختلفنا حبيبي، بس يعني لأنت بدك تضل عم تقدم هالمادة؟ طلعت إيد المسألة. بدي ضل عم أقدمها لحتى أنجح فيها بعرق جبيني. دخيلك أنت وعرق جبينك، صرنا مضحكة قدام العالم. يعني معقولة يا وضح 7 سنين بالحقوق وما كنت تعرف تتخرج؟ اي والله طخيني. أنو عالم هدول اللي صرنا قدامهم مضحكة؟ شلون أنو عالم؟ كل نسوان المسؤولين اللي بعرفهم بيتبهروا قدامي إنه جوازهم وولادهم أخذوا الشهادات وبدون ما يحملوا مادة واحدة. لا والأنكى من هيك إنه في منهم بياخذوا الشهادة برفة عين، وأنا بلبد وبسكت لمن بسمع هالحديث. إيه لا تلبدي ولا يهمك، بتقولي لهم ابن أخي ما بيليق على حاله ياخذ شهادته من فوق الأساطيح مثل ما عم يعملوا جوازهم وولادهم. من فوق الأساطيح من تحت الأساطيح، المهم تلحلح بقى وتخرج وخلصنا. أخ بس لو أبوك يقبل كنت قلت له، بس المصيبة ما بيقبل. لو أنت كمان طالع له بهالشغلة. خلص خلص لا تدوشي، بودك إني السنة الجاية رح أنجح بالمادة ورح فرغ من وقتي كل يوم نص ساعة لحتى راجع منيح ولحتى أنجح فيها. أها كل مرة بتقول نفس الكلام وبتقضي ليها رايح جاي على المكتب وبدون ما تفتح كتاب. ايش بدي اسوي يا عمتي؟ الشغل ما بيرحم ومستهلك كل وقتي، مصالح الناس بدها تفرغ كامل، بس مع هيك انا رح ارجع اقدم المادة ورح اجتهد بركي بنجح مشان اخلص من النق تبعك. هلا هيك عم تحكي عن عمتك يا وضاح؟ صرت انا عم نق مو هيك؟ ايه؟ شو عليك؟ يعني بالشوم عليك بس. ايش بنا عمتي؟ عم نمزح معك، شو بنا؟ ما بدك تنام لؤي؟ بلا بس لخلص هالكم ورقة اللي بإيدي. ها؟ وهي ورقة وضاح يا حبيبي، معبي لي صفحة وشو قفا مثل العادة، بس هالمرة ما رح أعذب حالي. ها وهي رح أحط له 9 من 100 بلا ما أسمع لي كم كلمة من جنابه. بالفعل هالوضاح ما بتبين معه المنيحة منوب. مو هيك؟ يعني فوق ما عم ساعده بالمادة وعم نجحه وما عم يعجبه. ايه خلص يصطفي، حط له العلامة اللي بده اياها، انا تخرج ولا ما تخرج، انت شو جايك؟ قلتك مو جايني شي، وهالمرة حطيت له 9 من 100 مشان اكسب حالي وارتاح من نقه. هيك احسن، المفروض من الاول تحط له العلامة اللي بيستاهلها، لحتى وقت ينوي ينجح ويتخرج هو اللي يطلب منك المساعدة، مو انت اللي تعرضها عليه. هذا الكلام المزبوط. أصبح حبيبي قوم نام بقى وخلصنا، صارت الساعة واحدة. يلا يلا رح خلص. يا حبيبي شو هاد؟ خير إن شاء الله، شو في كمان؟ هاي ورقة واحد تاني.
ورقة مين يعني؟ هاي ورقة ابن ابو غيس. ولك منين عم تجيني هالبلاوي ما بعرف. ها عم قول لحالي ليش في بالقاعة مرافقة تانية تاني مشان ابن ابو غيس. بس قسما بالله ما انتبهت له، كان قاعد ورا. هلا ذكرت ورا كان قاعد. ايه وشو رح تعمل؟ خلاص هاي 50%، وصلى الله بارك، لانه بصراحة مو ناقصني كمان وجع راس مع ابو غيس. حاكم هداك ما معه مسح منه. بس ابو غيس مرتبته اصغر من مرتبة ابو وضاح. صحيح، بس لا تخافي الا من هدول. طيب اقرا الورقة بالاول، بركي الصبي بيستاهل اكتر من هيك. لا ستي، بعرف مستواه منيح، بحياته ما فتح كتاب، وكل المواد اللي نجح فيها قبل مادتي نجح فيها من فوق الاساطيح. بقى خليه يتخرج وينزل هالهم على كتافي بقى، واخلص من بلاوي المسؤولين. ايشو طالعين لي باليانصيب هدول؟ كم ورقة بقيان؟ 5 ورقات. بس بتعرفي والله انا نعست تماما، وما عاد فيني حيل، ما عاد فيني فتح عيوني. رح احط لهم 50 على ابو جناب، ما حدا احسن من خلاه. ايه معك حق، اختي حط لهم 50 وخلصنا بقى. يلا يلا. ايه دكتور؟ نعم سيدي. خلصت تصحيح الاوراق؟ ايه نعم يا سيدي، امبارح ما نمت لحتى خلصتهم. ايوه طمني، قديش حطيت لي هالمرة؟ هالمرة حطيت العلامة على طلبكم مولانا. 9 من 100. 9؟ شوفوا سيدي، إذا كثير 9 أنا ممكن نزلها للـ7، ها؟ لأني بصراحة يعني اضطريت إيدي معكم شوية. دكتور شو عم تحكي أنت؟ هلا أنت عن جد بصحح الورقة؟ طبعًا سيدي. إيه بس أنا محضر المادة كثير منيح المرة، وكنت متوقع آخذ أقل شيء 80، بقى شلون زبطت معك هي؟ شو الحكي سيدي، لا تقول دخيلة. والله قلتها وخلصت. دخلة؟ نعم. ابن أبو غيس قديش حطيت له؟ 50. 50؟ إيه بس أنا شفته لغيس بعد الفحص، وقال إنه ما جاوب على ولا سؤال. بقى شلون له بتحط له 50 وقولي بتحط لي 9؟ لك شفت انك عم تكيل بمكيالين. لا حول ولا قوه الا بالله، مشان الله سيدي لا تاخذوني، الله يخليكم ملحوقه يعني ولا يهمكم. يلي بدكم اياه بيصير، انتوا امروا يا سيدي وبس. ارجع ارجع هلا فورا وصلح لي ورقتي مثل العالم والناس، ولا تلتمس حدا ابدا، فهمت دكتور؟ حاضر سيدي، حاضر حاضر مثل ما بتمروا. الله يخليني اياكم. تفضل. حاضر. مرحبا. طمني، سلمت العلامات؟ سلمت الصبح وتعلقت دغري. دخلك قديش عدد حطيت لوضاح؟ 82%. خليه ينجح بقى، حاجته خطيه مسكين، هي رابع دوره. وابن ابو غيث قديش حطيت له؟ 4%. إيه انت كنت رايح حالك من الاول وحط لكل واحد اللي بيستاهله. يلي بيستاهله. لا شو عم تحكي انت، شو عم تحكي؟ الو الو. نعم نعم، أنا دكتور لؤي. شلون؟ إيه طيب. لا لا حاضر حاضر، فورا أنا بجي، هلا بجي فورا. خير يا طير، شو بك اصفر لونك؟ أبو غيث. شو؟ طالبني فورا لمكتبه. بعرف على هوا ما تخلص معي المعاملة. وريدة معاملات إن شاء الله، صار لك 4 أيام راكد ورا هي المعاملة، دخلك إمتى بدك تخلص بقى؟ عم تقلي لي إلي؟ إيه أنا شو دخلني؟ أنت الثاني، كنت لاقي لك شي معقد معاملات، أعطي لك يا قرشين وخلص من القصة. هو لو عرفانة معقدة كل هالقد، كنت سلمت لمعقد معاملات وارتحت، بس قلت لحالي كلها معاملة بتسجيل بالتأمينات، يعني شو رح تاخذ معي وقت؟ يا دوب ساعة زمان. وهالساعة زمان مطت 4 أيام، وهي اليوم الخامس. لك أستي راح لكتير وما بقي غير القليل، ورائي كلها جاهزة، وما طال علي غير إني اشتري الطوابع وإلزقهم على المعاملة وناولها للموظف. ايه وبعدين؟ ولا قبلي، أبي أدفني الموظف كم يوم زمان لتتوقع المعاملة وانتهت السيرة. ايه الله يهون عليك يا رب. ومنين بدك تشتري الطوابع؟ نهنيك إلا تبيعين طوابع يعني؟ يجيب لك معي كم طابع؟ لا كتر خيرك، العادة اللي طلع معاك. يلا ستي باي باي. باي باي حبيبتي. باي. يا سيدي هاي صورة عن قرار التعيين،
وهي صورة عن تاريخ المباشرة. قلت لي انت خادم عسكرية ما هي؟ اوه من زمان يطعمك حجي والناس راجعة. وهي صورة عن قرار الإجازة أيام سوقي لخدمة العلم. ماشي ماشي. وهي صورة عن المباشرة بالدوام بعد انتهاء سوقي لخدمة العلم. اسأل الله هذيك الأيام. وهي تفصيل بيان بالراتب. تفضل. لأنه سنة هاي؟ كل سنين خدمتي. الله وكيلك مأمئت عيون الموظف يلي طلع لي اياه وهو عم يكتبه. شغلته هاي شغلته حبيبي، ماله مني عليك ابدا. ماشي الحال. ايه سيدي شو بدك مني لسه؟ بدي صوره شخصيه. ايه صحيح كنت رح انسى. تفضل هاي الصور. صورك هذول؟ صوري لكن صور جارنا. وليش هيك عابس؟ اخي سبحان الله انا ما بعرف ابتسم وانا عم بتصور، يعني يا اما بفرط من الضحك وبسخسخ يا اما بعبس وبحط العقده، ما عندي حل وسط ابدا، هيك طبعي. ماشي ماشي. جيب الطوابع؟ لا والله. بقى يا ريت تقلي شو الطوابع المطلوبه لحتى نطلع برا اجيب لك اياهم واجي. على عيني. بدك طابع مالي بسبع ليرات، وطابع تامينات بليرتين، وطابع نقابه بخمسه، وطابع حرفيين بعشره، وطابع عمل شعبي ب15، وطابع انماء حضاري ب20، وطابع بحث علمي ب6. بس هدول؟ ايه بس. انت جيبه تعتبر معاملتك منتهيه. يخلي لي اياك اذا موجودين عندك الزق لي اياهم وانا بحاسبك. ها ايش شايفني بياع طوابع؟ في 100 كشك برا. اوكي اوكي عدم مؤاخذه حبيبي، اخطانا منك السماع. شرف استاذ. يسلم وديات. الله يسلمك. قديش حقهم هدول؟ 48 ليرة. ماشي الحال، بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل أخي. عشت. شرف استاذ. شو شايفك قطعت 75 ليرة؟ ولو يا استاذ، شو ما بدك يعني نربح؟ الله وكيلك عينا وحفينا لدبرنا رخصة هالكشك. خلاص خلاص مو مشكلة. هلا هدول هن كل الطوابع؟ لا يا استاذ، بقيان طابع التأمينات، وطابع النقابة، وطابع الحرفيين. ومنين بدي أشتريهم هدول؟ كل واحد من محله. كيف يعني ما فهمت؟ يعني طابع النقابة من نقابتك. ايه. وطابع الحرفيين من نادي الحرف، وطابع التأمينات من التأمينات الاجتماعية. شو الحكي؟ هلا معقولة اطرق مشوار على التأمينات مشان طابع بليرتين، ومشوار على نادي الحرف مشان 10 ليرات؟ والله يا استاذ لو بقدر بخدمك ما بقصر. ماشي الحال اخي، يعطيك العافية. الله يعافيك. هلا ليش ما عم تصدقيني؟ عم اقول لك اخذت تاكسي وطرت على نادي الحرف طيران، واشتريت الطابع. بعدين رجعت على النقابة، اشتريت من هنيك طابع النقابة، وبشي على التأمينات لأشتري طابع ليرتين تبع التأمينات. ايه اشتريته؟ لا ما لحقت لأني وصلت الساعة 12 وربع والصندوق بسكر الساعة 12، قاموا قالوا لي رجع تاني يوم. هلأ معقولة تتعطل يوم تاني مشان طابع بليرتين؟ عجبك على هالشغلة؟ الله وكيلك حطيته إجور مواصلات أتحقق الطوابع على 10 مرات. وما عرفت تدبره لطابع التأمينات منين من كان؟ كنت حل كيسك شوي وشوف شلون بتدبر الطابع. هلأ مو محرزة ندفع رشاوي مشان نشتري طابع انت التانية؟ تصطفي انا عم احكي من شانك. انا اللي ما كنت افهمه ليش طابع التأمينات مدلل كتير ونيقة عن الخليقة وما بينباع غير بمؤسسة التأمينات. انت قول شو الطوابع كلها من عين اصلا؟ خلاص الواحد بيدفع رسوم للمالية عن كل معاملة وخلصت السيرة. هيك بيعملوا بكل دول العالم. يعني لما بتشتري شيء استمارة مشان أي معاملة بتدفعي ضريبة دغري وما في داعي لتنشفي ريقك بتلزيق الطوابع. فعلا هالشغلة ما بينسكت عنا. ما بينسكت منوب لأنه مو معقول نفوت على القرن 21 ونحن بهالعقلية الخنفشارية. على كل حال أنا بكرة بس اشتري طابعي وأمن عليه ولزقه على المعاملة بدي أقدم شكوى رسمية بهالخصوص. لمين؟ لمين يعني؟ لمدير عام الطوابع بالذات. وبكرة بتشوفي. شرف استاذ. يسلموا ايديك. هلا هذا هو الطابع الميمون؟ هذا هو. لك تسلم لي عينه ما احلاه. بدك صراحة بيستاهل هالطابع الدلل كل هالقد. دخيل عينك بدي اسألك سؤال. تفضل. سيد مدير عام الطوابع والأضابير وين بداوم هذا؟ مديرية الطوابع دوار المتحلق الخامس. ماشي الحال. تفضل اخي. ما في فراطة، يا بدك تصرف يا بسامحنا بالكمالي. لا لا مسامح، دخيل عينك شو التجرة. الله معك. تفضل استاذ.
هي هي كل الطوابع المطلوبة، بس اوعك اوعك دخيل عينك ويستر عرضك، دير بالك منيح على طابع التأمينات، هذا مدلل كثير. وليش تأخرت كل هالقد؟ مو على أساس رايح تجيب الطوابع بربع ساعة وترجع؟ صار لك يومين غايب. هيك والله، إلا تمروه مني بعيد عنك. بتريد إلزق الطوابع؟ إلزقهم عنك؟ أكيد بيكون ريقك نشفان من كتر اللزق. لا يسلموا، رجع بعد أسبوع بتكون المعاملة توقعت من المدير. ماشي الحال، يعطيك العافية. الله يعافيك. عفوا يا أنيسة، السيد مدير عام الطوابع والأضابير موجود جوا بمكتبه يا ترى؟ في موعد؟ لا والله هو ما في موعد، بس حابب أقابله إذا ما في أسئلة. مين حضرتك؟ ما بيعرفني هو، أنا مواطن عادي وحابب أقدم شكوى. لحظة شوي. تفضل، المدير العام بانتظارك. شكرا لك. يعطيك العافية أستاذ. أهلا وسهلا، تفضل ارتاح. شكرا. خير، شو مشكلتك؟ مو مشكلتي أستاذ، يلي بدي أحكي لك يا مشكلة عامة. تفضل تفضل، عم بسمعك. يعني يا أستاذ، يلي أنا مستغربه إنه كل شيء بالعالم عم يتكتل ويتوحد ويندمج إلا عنا. عفوا ما فهمت عليك. يعني أوروبا رح تتوحد، الشركات العملاقة عم تتحد، الأسواق الاقتصادية عم تندمج، ونحن لهلأ ما كنا نعرف نوحد الطوابع يلي عنا. يعني يا أستاذي، طالما في رسوم معينة مفروضة على المواطن لما بيتعامل بأوراق رسمية مع الدولة، بقى ليش ما بتتحصل هالرسوم بطريقة حضارية وعصرية أكثر من هيك؟ شلون يعني؟ يعني بدل ما يشتري طوابع مالية وعمالية وعمل شعبي وتأمينات ومجهود ونقابة ومدري شو، يشتري طابع واحد بقيمة الطوابع كلها، والدوائر بعدين تعمل تنسيق واتفاق مع بعضها، وكل مين بياخد حصته من حق هالطابع. فكرة وجيهة كتير. هاي وحدة أستاذنا. الوحدة الثانية، ليش في طوابع مو مطروحة بالسوق؟ ليش؟ يعني شو الحكمة العظيمة إنه ما ينباع طابع التأمينات مثلا غير بمؤسسة التأمينات؟ يعني معقول المواطن يركب تاكسي لآخر الدنيا ويدفع أجار مواصلات 200 ليرة مشان طابع بليرتين؟ كمان فكرة وجيهة. شو اقتراحك بالموضوع أستاذ؟ اقتراحي يا أستاذنا هو توحيد الطوابع على أقل تقدير. يعني ليش هالطوابع مشتتة ومفرقة ما كنت أعرف؟ يا سيدي خلينا نشعر بوحدة الطوابع على أقل تقدير. ولا بفكرك كمان ما بنقدر نوحد شيء؟ لا لا، بس فكرك بيحاربونا من الخارج يعني؟ مو هذا الأصل أستاذ، بس أنا ما بظن الإصلاحات الإدارية والقضاء على الروتين البغيض بقض مضاجع الغرب، هذا أمر محلي. ولا أقولك الإصلاحات الإدارية ما منمون عليها كمان؟ لا لا لا، مو هيك القصة، بس أنا عم بقول يا سيدي توحيد الطوابع مطلب جماهيري حساس كتير، وإذا كان ما في إمكانية لإقامة هيك وحدة أو اندماج، فياريت تنطرح كل الطوابع للبيع بالأسواق وتكون بمتناول المواطن وين ما كان. هو الحقيقة أفكارك معقول كتير أستاذ، وأنا كمدير عام للطوابع والأضابير وعضو دائم بلجنة تحديث القوانين والقفز على الروتين وعضو بمؤسسة تطوير العمل الإداري العليا لمواجهة تحديات القرن المقبل، رح أتبنى هالاقتراحات هي وأطرحها للمناقشة بأول اجتماع. يا سيدي بارك الله فيكم. لحنا يا أستاذ بابنا مفتوح دائما ولكل المواطنين، والعصر هاد كما هو معلوم عصر تبادل آراء وحوار، بالإضافة لكونه عصر انفتاح. من شان هيك أنا عم بفتح الباب دائما ولو بعز البرد، وإن شاء الله انتسف من بردي نسف، وكله في سبيل المصلحة العليا. ولحنا هون منهتم بكل شكوى وبأي مقترح وما منهمل شيء أبدا، وشعارنا الوحيد دائما هو المواطن على حق. يا سيدي أخجلتمونا تماما، والحقيقة الواحد بينبسط كتير لما بيقابل مسؤول واعي ومنفتح وعصري مثل حضرتك. شكرا. بس إذا ممكن في إلي طلب صغير عندك. اتفضل أستاذ. يا ريت المقترحات الجريئة والبناءة اللي حضرتك قلتها تكتبها وتقدم لي إياها. إيه على عيني أستاذ، مو مشكلة، هلأ بكتب لك إياها، أعطيني ورقة وقلم لو سمحت. لا لا، هون ما بيمشي الحال، لازم تقدم شكوى رسمية مشان نقدر نتبناها. كيف يعني أستاذ؟
يعني نزل على الكشك اللي تحت واشتري استماره وطلبوا عبيهم وسجلهم بالديوان بشكل نظامي وان شاء الله بصير خير. بسيطه استاذ، هلا بكتب الشكوى. بس لا تنسى تحط طابع الشكوى. كمان الشكوى بدها طابع؟ لك كل شيء له اصول حتى يصير قانوني. وين بلاقي هذا الطابع؟ موجود هون يا ترى؟ طبعا لا، شو دخلنا لحنا بهيك طابع؟ هذا بتشتريه من مديرية الشكاوي والاعتراضات بالدوار المتحلق الثالث. لا تعليق. تفضل. احترام سيدي. أهلين رقيب حسان، طمني شو صار معك؟ كله تمام سيدي، نقلنا كل المصابين على المستشفى والحمد لله انه ما في ضحايا بالحادث. فعلا الله ستر، مع انه الميكرو قلب ثلاث قلبات وفات بالمنصف. فعلا سيدي، يعني اللي بيشوف منظر الميكرو بعد الحادثه بيقول ما طلع منه المخبر. وكيف حاله المصابين؟ كلهم بخير سيدي، بس للاسف الشديد في واحد بالعنايه المشدده ولساته غايب عن الوعي. بلغتوا اهاليهم؟ طبعا سيدي، طبعا نبشنا جيوب المصابين وتعرفنا على اسمائهم من خلال اوراقهم الشخصيه. طيب ماشي، الله يعطيكم العافيه. بس سيدي لفت نظرنا شغله صغيره اثناء التفتيش. خير، شو هالشغله؟ ونحن عم نفتش جيوب المصاب تبع العنايه المشدده وجدنا بجيبته خريطه. خريطه؟ خريطه شو؟ ما بعرف سيدي. هي فعلا غريبه. خريطه شو هي يا ترى؟ في عليها اشارات مبهمه وعلامات غامضه بتخلي الواحد يحتار بامره. طيب ما سألتوا للزلمة عن هاي الخريطة؟ عفوا سيدي، سبق وقلنا لكم انه الزلمة بالعناية المشددة، يعني غايب عن الوعي، ما عم يقدر يحكي، نعم. ايوه، راح عن بالي والله. طيب ماشي، اترك لي هاي الخريطة أنت وروح لشغلك، الله يعطيك العافية. حاضر سيدي. ألو، احترامي سيدي. أنا إبراهيم المعياري رئيس مخفر حي التايبين. سيدي، في مجال اجتمع فيكم خمس دقائق؟ أمرك سيدي، أنا جاي فورا. احترامي. الغريب بالموضوع أنه الخريطة بدائية كتير وبخط اليد، بعدين هالإشارات غريبة ما مرق علي مثلها، مساقط ومربعات ومثلثات وأحداثيات من العبجة. ما هذا اللي نفط نظرنا سيدي. طيب ما سألتوا الزلمة عن الخريطة؟ المفروض كنتوا تسألوا. عفوا سيدي، سبق وقلت لك أنه صاحب الخريطة غايب عن الوعي وبالعناية المشددة. ايوه، راح عن بالي. طيب شو قلتك؟ معقول يكون صاحبها حرامي وحاطط اشارات على البيوت والمحلات يلي ناوي يضربها؟ ممكن سيدي، وممكن يكون اخطر من هيك كمان. اخطر من هيك؟ ليش لا؟ التجارب علمتنا انه اللي ما بيحسب ما بيسلم. هذا بزمانه لقطنا واحد. معك حق. وممكن يكون جاسوس مثلا او عميل لشي دوله اجنبيه او متورط مع شي جهه معاديه. معك حق، كل شي وارد. طيب سيدي، بتحبوا نحط حراسة على المصاب حوالين غرفته بالعناية المشددة؟ مبدئيا نحط لك كم شرطي لبين ما نخبر الجهات المختصة، لأنه في احتمال كبير إنه هالموضوع ما يكون من اختصاصهم. ماشي سيدي، تأمرونا شي تاني؟ الله معك. احترامي. بالفعل هالخريطة غامضة كتير ومثيرة للشك، وفيها رموز غير مفهومة. انتو ليش ما استجوبتوا للزلمة وعرفتوا منين جايب هالخريطة؟ عفوا سيدي، سبق وقلت لك انه المصاب بالعناية المشددة وما قدرنا ناخذ منه ولا كلمة. مزبوط، راح عن بالي هالشي. على كل حال نحن مبدئيا حطيناه تحت الحراسة لبينما نتأكد من شكوكنا. خير ما عملتوا. على فكرة شكوكك يلي قلت لي اياها كلياتها منطقية. نحن عملنا قائم على الشك، يعني إذا ما شكينا بكل الناس ما بننجح بشغلنا. كلام سليم سيدي. وأنا عندي حس قوي إنه هالمصادفة ممكن تهدينا على إنسان خطير كتير ومو عادي أبداً. ويا ما صايرة هيك قصص بتاريخ المخابرات بالعالم. بالفعل سيدي، صايرة كتير، لأنه بزمانه نحن لقطنا. على كل حال اترك هالموضوع إلي وأنا رح أتصرف. أنا رح أبعت مجموعة من عناصري حاصروا العناية المشددة وأنت بتسحب عناصرك، لأنه يبدو لي إنه هذا الموضوع من اختصاص فرعنا. مثل ما بتعمل سيدي. Thank you.
يا حكمت بدي تعمل لي دراسة موسعة عن هالشخص هاد، وهي صورته بالبدلة الرسمية، وهي صورته بالملابس العادية، وبدي التقرير يكون على طاولتي خلال يومين أو ثلاثة. حاضر سيدي، منين بتحبوا نبدأ؟ بتروح بتسأل أول شيء أهله وجيرانه وزملائه بالشغل، يعني بدي تلخص لي حياته من لما نزل من بطن أمه لليوم، وين خلق، وين درس، شو تعلم، شو ميوله السياسية، إله حدا من أقاربه مشبوه بشجرة عيلته، يعني هاي الاستقصاءات كلها. حاضر سيدي. بعدين بدي منك تركز على نواحي أساسية، كيف بيفكر، شو بيحكي، كيف بيناقش، ولا تنسى نهائيا وضعه النفسي والاجتماعي والاقتصادي. اوعك الموضوع حساس كتير وبده اجتهاد. اوعك. امرك سيدي، ان شاء الله خلال يومين بكون جبت لك خبره. عفوا، بكون جبت لك كل شيء عنه. ماشي الحال، انصرف هلا. انت اخو له الشخص؟ اي نعم، انا اخوه الصغير. حسيت على اخوك شيء مو طبيعي بالفترة الاخيرة؟ يعني بعتقد في شيء من هذا. كيف يعني؟ حدد إجابتك بالضبط. يا سيدي، هو بالفترة الأخيرة صار يشرد ويفكر كتير. بشو كان يفكر ويصفون؟ ما بعرف، الله أعلم. أخوك متجوز شيء؟ إيه متجوز، وعنده 3 أولاد. طيب، كان يغيب عن البيت فترات طويلة؟ إيه، بالفترة الأخيرة صار يحب يغيب عن البيت. وين كان يروح؟ بيسهر عند رفقاته. طيب وانتي تأكدتي من هالشي؟ هو هيك كان يقول، بس انا بصراحة يعني ما تأكدت اذا كان بيسهر عند رفقاته ولا بيروح لشي محل تاني. وليش ما تأكدتي؟ ما بعرف، حسيت يعني ما في ضرورة لهالشي. طيب بدي اسألك هلا، انتي علاقتك انتي وياه كيف؟ عادية. طيب كان يحكي معك كتير او مثلا هيك فضفضلي؟ مو دائما، أحياناً كانت تمرق أيام يعني ما يحكي فيها ولا كلمة واحدة، يعني مثل اللي حاطت الحزم بالجرن ولا من تمه ولا من كمه. أوف، لهالدرجة؟ طيب شو السبب؟ ما بعرف، علمي علمك. طيب هلأ جوزك بحب يسمع أخبار؟ إيه كتير، بتلاقيه عم يلاحق الأخبار ملاحقة من محطة لمحطة. وكيف بيكون رد فعله لما بيسمع الأخبار؟ يعني بيتفاعل معه ولا بيطنيش؟ لا ما بيطنيش، بيقعد ساعة عم بيبربر مع حاله لما بيسمع خبر بيزعجه. يعني بيتزمر؟ ايه هيك شي. طيب بيقرأ جرايد؟ ايه، بيمسك الجريدة من آخر صفحة، يعني بيقرأ آخر صفحة وصفحة الرياضة وبعدين بيلحشها. يعني ما بيقرأ أول 4 صفحات؟ لا لا لا، بعمره ما قراهم. طيب حسيتي عليه شي بالفترة الأخيرة هيك عم يتصرف تصرفات غريبة؟ مثل شو؟ يعني مثلا لما بيحكي على التليفون بيصير بيحكي بصوت واطي، بيجيب معه ورق هيك بيقفل عليهم مشان ما حدا يشوفهم، بيجتمع مع ناس غربة، بيلاقي ناس غربة، بيقعد معهم بيحكي معهم مثل هيك يعني. ايه في هيك شيء. طيب سؤال اخير. طيب ليش كل هالاسئله؟ في شيء يعني؟ لا لا طمني، ما في شيء، مثل ما قلت لك شغلي احصائيه بحته، بس يعني عفوا طالما جوزك بالعناية المشددة ليش قاعدة بالبيت وتاركتي؟ ما تروحي لعنده؟ ما لي تاركته، بس جاي أخذ له غيارات ولي على قلبي عليه. يا سيدي ما كان عاجبه شيء، لا الوظيفة ولا الدوام ولا المعاش ولا المركز اللي هو فيه ولا شيء بهالدنيا، يعني زهقان وزهدان وقرفان من كل شيء. قصدك متزمر؟ والله إذا كان هي هي كلمة المناسبة معناها متزمر. طيب كان يحكي شيء بالسياسة؟ ايه نعم كان يحكي، بس مثله مثل هالناس. كيف يعني؟ يعني من هالأحاديث العادية اللي بسمعها وين ما كان، عن الرواتب والغلا والرشوة، شيء من هاد يعني. طيب ما كان يغمق أكثر من هيك؟ أنا من جهتي ما سمعته. حدا منكم يا شباب سمعوا عم بيغمق أكثر من هيك؟ لا لا, لا, لا ما سمعنا، ما سمعنا شيء. هاي الدراسة كاملة سيدي، ما فيها شيء ناقص بإذن الله. شو النتيجة اللي طلعتوا فيها؟ إنسان غامض، مريب، متذمر، له اهتمامات سياسية، وضعه المادي تعبان شوي، وفي جوانب مبهمة وغير مفهومة بحياته وعلاقاته. ها ها، معناتها شكوكنا طلعت بمحلها. طبعا سيدي، خصوصي إنه الدراسة خلت الشبهات عنه تقوى.
أصبح المفروض نحقق معه فورا ونعرف سر الخريطة اللي معه. بس سيدي الزلمة بالعناية المشددة. بلا مشددة بلا مخففة. شوف حكمات بتروح مباشرة هلا بتجيب لي إفادته أقواله بسرعة. أمرك سيدي. يلا. ما بصير يفوت يا أخي، شو هالحكي؟ وضع المريض ما بيسمح. وضعه الأمني ما بيسمح التأجيل، بعد هيك عم بقلك. رح باعي، بس صار له شيء على مسؤوليتك. لك حبيبي بعد هيك خلصني. تفضل. ممكن تشيل له الكمامة عن تمه إذا ما فيها خطر على حياته؟ إيه بس مو أكثر من 5 دقائق، لأنه بحاجة الأكسجين باستمرار. طيب ماشي، تفضل. ممكن تنتظرنا برا إذا سمحت؟ يا أخ يا أخ يا معلم. بالسلامة إن شاء الله. بالسلامة. هالمخطط هالمخطط هاد تعرفوا شي؟ هاد المخطط، هاي الخريطة. يا أخ لف لعندي شوي وتفرج على المخطط هاد. أنو خريطة؟ هالخريطة هاي اللي كانت بجيبتك يوم الحادثة. أنو حادثة؟ لك شلون أنو حادثة؟ الحادثة اللي ألف فيها الميكرو وجابوك لهون. أنو ميكرو؟ أمنتوا بالله على هالنهار. لك الخريطة هاي شو بنا؟ طلع فيها منيح. ايه عرفتها. شو بها؟ خريطة شو هاي؟ هذا مخطط مو خريطة. مخطط؟ مخطط ايش؟ هذا مخطط سيري اليومي. يعني من كتر ما عم يلحقوني الديانة، الخضرجي واللحام والسمان وصاحب البيت ومدري مين كمان، رسمت هالمخطط هاد لامشي عليه واهرب من دون ما صادف حدا منهم بوشي. شو هالحكي هاد؟ معقول؟ العم شلون ما خطط على بالنا هاي؟ هلا انت عم تحكي جد ولا عم تمزح؟ معقولة امزح وانا بهالوضع؟ معقولة قابل وش ربي سبحانه وتعالى وانا عم بتمسخر؟ بس دخيل عينك طمني، يا ترى كمشت الشوفير؟ انا شوفير؟ الشوفير يلي عامل الحادثة هاي مو من اختصاصنا. نحن اختصاصنا شغلات اكبر من هيك بكتير. ما احلانا والله وعم نلحق شوفير ومومير. يلا معافى، السلام عليكم. تفضل. احترامي سيدي. اهلين رقيب حسان، طمني شو صار معكم بباص الموظفين اللي قلبه بساعتين؟ كله تمام سيدي، ونقلنا كل المصابين على المستشفى. منيح، الله يعطيكم العافيه. بس سيدي ونحن عم نفتش جيوب المصابين لفت نظرنا انه لقينا خرائط اشكال الوان. شوف سيدي شوف، كل خريطه شكل وكل خريطه لون. إيه لا تخاف، ما في شيء بيخوف. وهي انا كمان رسمت هيك خريطه. شوف. وانت كمان يا رقيب حسان لازمك هيك خريطة لحتى تمشي عليها. وانا بظن انه كل مواطن شريف بهالبلد لازمه هيك خريطة. إن شاء الله ألف مبروك يا مدام، وريتك هيك ريتك تلبسيهم بالهنا والسرور وتصيري زبونة المحل على طول. مرسي كتير مسيو دانيال، مالنا غنى عنك، بس يعني فيني أسألك سؤال لو سمحت؟ ولو يا مدام تفضلي اسألي، المحل كله تحت أمرك. يا ترى إذا أنا حبيت يعني بيوم الأيام إنه هالقطعة اللي اشتريتها من عندك بيعها؟ أو مثلا يعني مثلا ها إذا بدي بدلها؟ او يعني افرض مثلا يعني ها اذا يا ستي المحل كله رهن اشارتك، سواء حبيتي تبيعي او تبدلي او تصلحي او لا سمح الله ترهني. يعني باختصار نحن بهمنا راحة الزباين اولا واخيرا، لذلك اسلوب تعاملنا معكم غير محدود. يعني المسألة ما فيها ازعاج ابدا ابدا.
على الاطلاق يا مدام، على الاطلاق، بالعكس تماما. يعني طالما هالصيغه طالعه من محلنا فنحن مجبورين فيها طول العمر. هذا طبعا بالاضافه للجارانتي اللي بتقدري تستعمليه للتصليح لمده 5 سنين فري. بتعرف ليش عم بسألك هالسؤال مسيو دانيال؟ لا والله ما بعرف ليش يا ترى. لاني بصراحه انا كثير بحب بدل وغير، ويا من تراني ابدا كل الوقت لحق الموضه. إيه طبعا مدام، هذا حقك الطبيعي ولازم تلحقي الموضه، ما احلاكي مالك لحقتيها. يعني شو بينقصك مدام؟ يعني عدم المؤاخذه حضرتك ست صبيه وحلوه ودمك خفيف وبيلبق لك شكل الماس دروب دروب. ميرسي كثير مسيو دانيال، هاي عيونك الحلوه. الله يخليك، يا اهلا وسهلا مدام. يلا باي باي. باي باي، مع السلامه. بونجور مسيو دانيال. بونجور مدام، اهلا وسهلا ومرحبا. كيف الصحة؟ الحمد لله مدام، بخير وسلامة. الحقيقة أنا سمعت عنك كثير وعن محلك وعن معاملتك الحلوة للزبائن. الله يعزك يا مدام، وإن شاء الله نكون دائما عند حسن الظن. مثل ما عم بقول لك أنا ما عم بجاملك، أصلا أنا ما بحب المجاملة. كل اللي بيعرفوني بيحبوا هالطبع فيني. أنو طبع؟ طبع الصراحة. يعني مثلا أنا ماني مضطرة أقول له للقرد يسلم لي هالوش وحلو بدافع المجاملة والمسايرة. ماني مضطرة منوب. فعلا مدام، مالك مضطرة منوب. مثل ما عم بقلك في ناس هيك بيعملوا. فعلا يا مدام، كثير من الناس هيك بيعملوا. عدم المؤاخذة، ليش ساكتة؟ ليش قاعدة؟ ليش واقفة؟ تفضلي تفضلي مدام، تفضلي. يا أهلا وسهلا مرحبا. أهلا وسهلا، شو بتحبي تشربي؟ بارد ولا سخن؟ قهوة سادة، بس لو سمحت ثقيلة كثير. إيه على عيني وراسي يا شركس. نعم مسيو دانيال. قهوة بلا بن، على عيني. بلا سكر، بلا تقيلة يعني. أوكي مسيو دانيال. مو بإيدي، بحب القهوة مجبولة جبل مثل الطين. هالعادة عندي إياها من زمان. بالظاهر بتدخني مو هيك؟ لا أنا ما بدخن. يا عيني عليكي، لأنه ما في أبشع وما في ألعن من منظر الست وبإيدها سيجارة. بس أنا بحب الأرجيلة كتير. الأرجيلة؟ ليش لا يا مدام؟ ليش لا؟ لأنه شو ناقصك يعني؟ عليم الله، منظر الأرجيلة بتمسد جميلة بيطير العقل. مين هي جميلة؟ ما بعرفها. قصدي بتمسد حلوة، أي ست لا على التعيين. لا وصايرة الأرجيلة موضة بهالأيام. بتلاقي صبية صغيرة لسه ما فقست البيضة عنا وداحشتلك بتمها بربيش الأرجيلة وعم تنفخ. يعني لما كنت صغير كنت اتزاول من جدي لأنه بيشرب أرجيلة، وكنت اهرب منه سفر سنة لما يبوسني بالعيد بده يعطيني عيدية اهرب منه ريحته دخان. بيجوز، بس جدك كان يشرب معسل؟ لا والله يا مدام، جدي كان يشرب تنباك عجمي ولاد آني. لا تأخذني بهالكلمة، هدول ريحتهم مثل بعر الجمال. قلتك بعر الجمال. مثل ما عم بقلك أنا صريحة كتير. ما في أحلى من الصراحة يا مدام. المهم مسيو دانيال. مري مدام. أنا لسه ما عرفتك بحالي. ولو فيك الخير والبركة. أنا مدام إنصاف طرمخاني، سورية من الشام وساكنة باللادية. والسبعة عام يا مدام طرمخاني. مثل ما عم بقلك أنا ساكنة باللادية من زمان، وسكنة اللادية إلى سبب عندي. أكيد جوزك بيشتغل هنيك. لا أنا مالي متجوزة، لأني بكل بساطة يعني ما بدي يجيب الدبلة كرمي. ولا أنت شو رأيك؟ الحق بإيدك مدام، مظبوط، تضرب الدبب وعيشتها. أنا سكنت باللادية مشان هوا البحر، يعني صابتني علة والدكاترة وصفوا لي هوا البحر. حلو هوا البحر، حلو، ما في اعتراض أبدا. هو صحيح الدبق بالصيف ورطوبته بتعشش بالعظام، بس منظره عند الغروب بيخلي الواحد ينسى همه. يسلموا هديات يا شركاس. تفضلي مدام. ميرسي كتير. أهلي مدام طرمخاني. ايه من أول سيدي. تفضلي مدام. أنا الحقيقة مو جاي أشتري من عندك لا ذهب ولا ألماس، لأنه الحقيقة وأنا مو ناقصني شي منه، وعندي صيغة طامرتني طمر. ولو سلامة خيرك مدام. مثل ما عم بقلك أنا الهدف من زيارتي إلك هو التالي. تفضلي مدام. شايف هالحجر هاد؟ نعم شايفه.
بدي اياك تبيع لي اياه بسعر مناسب وإلك إكرامية محرزة. ممكن أشوفه لو سمحتي؟ تفضل. ولي شو هذا؟ حجر شو هذا؟ ولو مسيو دانيال حجر شو بده يكون يعني؟ حجر شطرنج؟ مو عيب وأنت أكبر صاير بالبلد تسألني هالسؤال؟ صحيح، بس صدقيني يا مدام ما مر علي مثله. كاسمه غريب شوي. شو هذا؟ شو هذا؟ شو نوعه يا ترى؟ ولو مسيو دانيال وين خبرتك؟ هو الحقيقة مو مبين له نوع ولا حتى عليه القيمة، يعني عدم المؤاخذة. لا هيك رح ازعل منك. ما بدي ازعل المسألة يا خانو. على كل حال استني شوي حتى افحص لك يا، ومثل ما بيقولوا عن جرن الحمام بتبين القرعة من ام الشعر. والله يا مدام هالحجر هاد ماله جنس القيمة منوب، يعني على هوا لونه وشكله لا هو جاد ولا هو توباز ولا فيروز ولا عائق ولا زبرجد ولا مرجان. بقى منين جايبتي حضرتك مدام طرمخاني هالحجر اللي مو معبي عينك؟ جاييني هدية من مرت المليونير الأفريقي مكاو زنزيري لما كان جوزي الله يرحمه يشتغل بأفريقيا، ومثل ما بتعرف أفريقيا بيت الألماس، أشهر المناجم موجودة فيها. شو الحكي هاد طرمخاني؟ مدام طرمخاني؟ هلأ الحجر تعيس هاد ألماس طرمخاني؟ طبعاً مسيو دانيال، هذا مع احترامي لخبرتك اسمه الألماس الأسود بلاك دايموند. عدد القطع الموجود منه بالعالم كتير قليل. في واحد أكبر من هذا الحجر، هذا مكاو زنزيري لإليزابيث تايلر، وواحد تاني أصغر من هذا بشوي، هذا لأما لبرتني سبيرز لأن أنتجت لبنتها أول جولدن كومباكت ديسك وقت حضر الاحتفال مايكل جاكسون، جون ألتون، جورج مايكل، ويتني هيوستون. شو بالظاهر ما سمعت أنت بالاحتفال؟ لا والله يا مدام. بس ما بيصير هيك يا مسيو دانيال، شو وين عايش أنت؟ شايفة يا مدام، شايفة؟ شايفة شو عم يروح علينا؟ بس شو بدنا نساوي؟ يعني نحنا يا دوب نلحق السوق والصندوق مدام طرمخاني. المهم هلأ يعني فيني أعتمد عليك بهالشغلة؟ أنا شغلي؟ شغلة بيع حجر الألماس. لسه بتقلي حجر الألماس؟ صدقيني يا مدام هالحجر هاد ماله جنس القيمة، وهالحكي أنا ما عم قوله اعتباطاً، عم قوله بناءً على خبرة طويلة وتجربة عريضة. ولا تأخذيني أنا مقلي أسناني بهالشغلة. طيب قديش حتحطي له سعر هذا؟ أنت شو بتحط له سعر؟ والله إذا غلي سوقه غلي سوقه يعني يا دوب يجيب 500 ليرة. شو عم تمزح معي ولا عم تخفف دمك؟ لا والله مدام طرمخاني ما عم بمزح منوب، بالعكس عم بحكي بمنتهى الجد. يعني إذا تقال وراغب أي يعني يا دوب يجيب السعر. لا حبيبي روح اشتري بالخمسمية تبعك بزر وقضامي وفصفصهم على مهلك. والله شي بحير. طيب قديش لازم نطلب فيه برأيك؟ 3 ملايين. شو عم تقولي مدام طرمخاني؟ 3 ملايين شو؟ مثل ما عم بقلك 3 ملايين ليرة عدا ونقدا، يعني إذا إجاك 3 ملايين إلا 500 ليرة وعك تبيع. والله هي قصة بصيرة. الله وكيلك النهاري كوميدي من أوله. هلا لا تخليني أزعل منك، أنا ماني جاي أتمسخر وتسكع. حبيت إنك تتعاون معي أهلا وسهلا، ما حبيت وداعا للقاء بعده وصلى الله وبارك. طيب ولا يهمك مدام، وأرجوك لا تأخذيني ولا تزعلي مني، وبإذن الله ما رح تطلعي من هالمحل إلا وأنت رضياني. هيك ها هيك بيحكوا الأوادم. على كل حال يا مسيو دانيال، أنت عرض لي حجر الألماس عندك بالواجهة وطلب فيه المبلغ اللي قلت لك عليه. 3 ملايين ليرة؟ إيه نعم. ولك مني إذا مباع 10% من حقه حلال زلال وصحتين على قلبك، وإذا ما مباع بترجع لي، وما رح أنسى معروفك طول عمري. منيح هيك؟ خسران شي أنت من جيبتك؟ لا والله يا مدام مالي خسران شي، شو بدي أخسر يعني؟ حلو كتير، معناها اتفقنا. تكرم عينك، اتفقنا. بس وينك مسيو دانيال؟ أقل من 3 ملايين أوعك تبيعه، أنا هذا شرطي الوحيد. طيب مثل ما بتريدي مدام طرمخاني، هذا مالك وملكك الخاص وانت حرة فيه.
وبترجاك تدق لي تليفون على اللاذقية إذا اجتمعت بزبون راكب، ولا أقول لك بعت لي فاكس، لأنه أنا شطاطة كتير وحوصاتي كتار، لما برجع على البيت بقرأ الفاكس تبعك. عندك فاكس بالمحل؟ ولو طبعا عندي. عظيم كتير، لكن هي رقم الفاكس تبعي. يلا خليني أنا أمشي، ما بحب سافر بالليل، بحب سافر على ضوء. بدك شي مسيو دانيال؟ علاتي رايحة؟ ايه مهون إن شاء الله. الله معك. أرفوار. مع السلامة. سوقي على مهلك مدام، الله يحرسك، تصلي بالسلامة إن شاء الله. مثل ما عم قلك يا زهر، ما كان يقتنع ولا بأي شكل، بس بعدين قبل هو عم بيضحك ويلعب. يعني رح يبيع لك الحجر؟ بتلت ملايين ليرة، ما بينقص ولا قرش. طيب ومين حط له السعر العالي هذا؟ شبهنا زهرة. أنا. ومين هالزبون أعمل قلبي بده يدفع هيك مبلغ؟ ولو أنتي. أنا؟ طبعاً أنتي ما حتدفعي ولا قرش، بس رح تفوتي لعنده على هالمحل ورح يطير عقلك بهالألماس السودة. تعرفي إني ما فهمت عليكي ولا حرف؟ ولا يهمك، أنا رح فهمك كل شيء. بونجور مسيو دانيال. اهلا وسهلا. بونجور مدام، يا صباح الفل والياسمين. كيفك؟ شلون الصحة؟ والله الحمد لله، وانت شلونك؟ والله انا يا دانيال كتير مالي وضايق اخلاقي. ليه لا سمح الله؟ يا اخي ما في شي جديد بهالسوق، يعني الجوهرجية كلياتهم عم بيقلدوا بعضهم، وبمجرد ما شي صايغ طلع بموديل حلو تاني يوم بتلاقيهم كلياتهم ركضوا يقلدوا نفس الموديل، وبينطلس هيك بين الناس طلس. الحق بإيدك، هذا اللي عم بيصير، بس محلاتنا ما بتقلد حدا يا مدام، والقطعة اللي بنشتغلها ما بنشتغل وحدة تانية مثلها أبداً، حفاظاً على الخصوصية. ولهالسبب جاي أشوف، يا ترى منزل شي جديد ولا لساتك على قديمك؟ ولو يا مدام، معقول يعني؟ أنا عندي كل راس شهر تشكيلة جديدة وكوليكشن جديد بضاهي المصنوعات الفرنسية والإيطالية. مثل شو يعني؟ ممكن تورجيني؟ إيه على عيوني، فضلي. بس يا ترى في شيء محدد لذهني؟ لا ابدا، بس يعني بدي هيك شيء قطعه اوريجينال سرعه، يعني كيف بدي اقول لك، قطعه نفيسه هيك ما حدا عنده مثلها. يعني عيوني وراسي، بس ممكن تنوريني من ناحيه السعر؟ ولا يهمك ابدا، انا مالي حاطه سقف ابدا، يعني مثل ما بتعرف البضاعه الحلوه بتحرس ثمنها. يعني عيني وراسي ولو. تفضلي مدام، شوفي مثلا هالمساطير. لا مسيو دانيال، لا عندي كتير من هالنماذج، انا ما بحب هيك شيء. لا شو بتريدي يا مدام؟ الحقيقة انا احترت شويها. والله وانا محتارة كمان، بس بتعرف فرجيني هالحجر الاسود لو سمحت. هالحجر؟ ايه يا رب يكون مثل اللي ببالي. ورجيني يا على عيني وراسي، تكرم عيونك. تفضلي مدام، وهي الحجر. يا الله، يا سلام يا دانيال، شو انك حربوق وبتعرف تتسوق. لك منين لك الالماس السوداء؟ هلا هي الماسه مو هيك؟ طبعا الماسه، لكن نحاسه ولا شو شايفني جدبه؟ ما بفهم يعني الارنب من الجردون. لا العفو مدام. شو هاد سلامتك معشومه. لكن شو معنات حكيك؟ ولا شي مدام، ولا شي. قطعوا لحش الله وكيلك. اسمعي بسطحي، قال له الحمار نفخ نار، قال له ما احترق لسانه، قال له اسمع وسطح. هلا ما قلت لي منين لك الالماس الحلوه يا درسان؟ عجبتك مو هيك؟ طبعا عجبتني، بتطير العقل. هي بدها ناس تفهم فيها دانيال، مو ناس هيك هات ايدك والحقني. الله وكيلك، صار لمنحوشه عندي بالواجهه. هلا بدي افهم، شلون بتعرض هيك قطعة عندك بالفيترين؟ حدا بيعمل عملتك هي يا دانيال؟ قلت لحالي إذا قديش سعرها؟ الحقيقة غالية شوي. أكيد بدها تكون غالية دانيال، لأنه هي قطعة نفيسة ونادرة، أكيد هي من مناجم أفريقيا. شو عرفي؟ لك لا يا دانيال، حاجة بتزعلي هلا منك، حاجة ترميني بحجارك بقى. هالألماسة هي بعرف ما حدا عم بيقرب عليها لأنه كتير غالية، ما هيك بدها تقلي؟ مزبوط 100% مدام. قلي قديش سعرها بقى، نفخت قلبي. يا ستي هاي سعرها 3 ملايين ليرة. لا هيك كتير دانيال، يعني صحيح القطعة كتير نفيسة وما لها بديل، بس هذا مو معناته انك تستوطي حيطي وتشرف شلف.
صدقيني يا مدام ما عم بشلف، بس هالألماسة بالذات سعرها محدد ومرابع من وراها ما في. شوف دانيال، أنا أكثر من 2,400,000 ما رح أدفع لك، بقى لا تطول ولا تقصر، الألماسة عجبتني وبدي أخذها، يلا. هو الأحب على قلبي، بس والله ما بتوفي معي يا مدام، ما بتوفي. هلا لا تعقد مسألة، لف لي إياها وقول لي مبروك، خلصني بقى. صدقيني ما بقدر، ما بقدر مدام. وليش لحتى ما تقدر؟ لأنك جرمتيني بالسعر جرم. إيه ما جرمتك ولا شيء، يلا يلا لف لي إياها، يلا بقى. آسف يا مدام، أقل من 3,000,000 ليرة ما بقدر أبيعها. لك شو صاير لك اليوم دانيال؟ ليش متنح معي هالتتنيحة؟ مالي متنح يا مدام، بس بخسر إذا بعتها بهالسعر، بخسر. فظيع أنت، فظيع شو عسير؟ خلص طيب، رح أدفع لك فيها 2,500,000 بس. مدام فهميني، فهميني، الله يخلي لي إياكي، أنا ما بقدر بيعها بأنقص من 3,000,000 ولا بشكل. إذا بدك تخدمني بتقدر، بقى فكر بالموضوع. والله ما بعرف شو بدي ليك. طيب رح أدفع 2,600,000، أوكي؟ وأكتر من هيك ما بقى أدفعها، أصلا ميزانيتي ما تسمح لي أدفع أكتر من هيك. طب ارتاحي أنت يا عربي، ما أسأل شريكي. يا جركاس، جركاس مو مسؤول دانيال، عمل فنجانين قهوة الله يرضى عليك، عربي ما أبعت هالفاكس. يا لعيب. دفع بالألماسي السوداء مبلغ 2,600,000 ليرة سورية، فهل نبيعها دانيال السعدي؟ منين الفاكس؟ من مسيو دانيال ما غيره. شو عم يقول؟ عم بيقول زهرة دفعت له 2,600,000 بالألماسة. ايه شو بدك تجاوبي؟ طبعا حسب الخطة ما بسمح له يبيعها بأقل من 3,000,000. ايوه برافو. اسمح لي رح رد له جواب. خير، شو قال لك شريكك؟ مثل مالي متوقع، ما قبل ولا بشكل، بده 3,000,000 ليرة على دوز بارا. شوف دانيال، بصراحة أنت وشريكك كتير غلطانين، وأنا عم قلك ها، بالنهاية ما حدا رح يندم غيرك أنت. خاطرك؟ طيب عدي شربي قهوة مدام، ليش استعجلتي؟ شرب أنت. طيب ليش العجلة على غفلة؟ عدي عدي شوي حتى ورجيكي أشياء تانية، يمكن أقدر أخصم لك. لا 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 لا، بخصم لك مدام ولا همة. إذا فيك بعدين، أنا ما نسيت قلك إنه عندي موعد مع السايق أبو وليد، يا الله جايب بضاعة بتطير العقل، أنا رايحة أشوفها، باي. يلا معي. مع السلامة. أبو وليد قال أبو جازم سيو دانيال، ولك يخرب بيتها شو قلنا حيواني، ضروري تسعر الألماسة بثلاث ملايين؟ أشبهون 2,600,000؟ بيضرونا شي؟ جركاس جاوبني، كخ يعني؟ اعليم الله إذا لقيت الحجر بالطريق ما بقيمه من أرضه. الألماسة قال شو بده يكون موقفك لو اجى الفاكس بالموافقة على 2,600,000؟ منين بدك تدفعي له؟ ايش بعرفني؟ يمكن كنت تشرشحت شرشحة على أول ما لآخر. لا تخاف عليها، ما في أهون من إنه تلاقي له سبب وتتملص منه. يعني مثلا كان ممكن إني أقول له نسياني دفتر الشيكات، رايح أجيبه وأرجع فورا. هذا وش الضيف؟ مرحبا دفتر الشيكات. بس برافو عليك يا زهرة، انت عملتي مثل ما انا بدي بالضبط. ايه وبعدين شو بدنا نساوي؟ هلأ اجا دورك يا رؤوف، بقى ورجينا شطارتك لنشوف. ولو مدام طربخاني، اخوك رؤوف بيعجبك، عايشين بنفس البطن وشربانين نفس الحليب، بس منين جايبتي لنا كنية الطرمخاني هي؟ الصقل ممتاز والتشطيب رائع، يعني لا في انكسار ولا زوايا مدمجة، واللون نقي جدا والخامة خالية من الشوائب. باختصار هالألماسة هي نموذجية وحرام تتقطع، لازم تضل مثل ما هي شقفة واحدة. يعني شو ممكن ينعمل من هالألماسة برأيك؟ يا سيدي ممكن ينعمل منها خاتم رجالي أو يترصع فيها مطيف ألماس. معك حق،
يعني الواحد بيقدر يتكيف فيها كيف ما بده. عفوا يعني ولو انه هذا السؤال حشري شوي. لا تفضل ولو. مصدر هالالماسة منين؟ اولا سؤالك مو حشري لانه من حق زبون يعرف المصدر والمنشأ. ثانيا هالالماسة هي مستخرجة من منجم فستادي لرامينتا بافريقيا والترخيص لشركة طليانية، والواقع مثل هالألماسة ما في منها إلا برقبة مرت المليونير مكاو زنزيري ورقبة إليزابيث تايلر، وفي رقبة ثالثة. رقبة مين؟ رقبة مين؟ والله ما عم بتذكر رقبة مين، بس ما تكون رقبتي. الله عليك يا أستاذ، شو دماتك خفاف. يا سيدي قديش حاطط لها سعر؟ كلمة واحدة ورغطاها. أنا ما بحب المفاصلة والمعالجة يا أستاذ رؤوف. 3 ملايين ليرة. شوف هي بتسوى، بس أنا الحقيقة وقت شفتها قلت يعني 2.5 مليون، ومن عندي 100 نرفعهم 100. معلش يا سيدي أنت الكريم ونحن منستاهل. يعني أبلان هيك؟ لا والله يا أستاذ مالي أبلان. لحلحة شوي يا مسيو دانيال، شوي من عندك شوي من عندي إلا ما نصل. آسف يا أستاذ ما بقدر منوب. وليش بقى؟ لأنه مرابحها معدومة. بعدين بيني وبينك يعني اللي بيدفع 2,600,000 ما رح يعجز عن دفع 3 ملايين أستاذ رؤوف. صحيح، بس الزبون بيتزاول إذا ما أخذ خصم. يعني بيسوب علي وخصم لي وأنا رضيان، أحسن ما تتمسك بالسعر وتجلدني فيه. ولك يا حبيبي خل ألماسي قصتها قصة. خير شو قصتها؟ ايه انا بعرف، قال يلي بيعرف بيعرف ويلي ما بيعرف بيقول كف عدس. المهم هلا ما راح اتدخل بخصوصياتك. بعتقد انه 2,650,000 مناح ما هيك؟ والله ما بعرف شي بمخوير بصراحة. طيب لحظة لأسأل شريكي. شو الحكي؟ بعرف انه المحل الك وما الك شريك مسيو دانيال. ايه صحيح، بس بالألماس السوداء الي. لحظة شوي لو سمحت استاذ رؤوف. يا جركس قهوة يلا ارضوا عليك. خير شوفي. للأسف شريكي ما قبل، بده 3 ملايين ما بينقصوا مليم. فعلا أمرك غريب أنت وشريكك، وأنا بصراحة مستعد أدفع 3 ملايين، مالي عاجز عن هالشي وما راح ينخرب بيتي بهالكمية ألف الزيادة اللي بدي أدفعهم. بس أنا غضيت النظر عن شراء الألماسة بسبب إهانتك يا مسيو دانيال لزباينك. معاذ الله، معاذ الله أني هي زبايني يا أستاذ. انت وجهت لي اهانه صريحه بهالتمسك السخيف بالسعر، وبصراحه انت مو ابن سوء يا استاذ. المثل بيقول لك اذا ما بدك تجوز بنتك غلي نقدها. عود استاذ مستانسين، وين رايح؟ لسه القهوه ما شربتها. يلعن الشاي والقهوه واللي بلاني هالبلوي، خاطرك انهز بدني. الله معك، مع السلامه استاذ. استاذ لا اجازه مسيو دانيال. يلعن الشاي والقهوه على اللي بلاني هالبلوي، انهز بدني خاطرك. طيب وبلكي دانيال قال لك ادفع سعرك وما رد على تعليمات صاحبة الألماسة؟ ما بيسترجي، لأنه تعليمات الشقيقة صارمة وواضحة، وإلا بتعمل له كاني ماني. طيب أنت شو بدك تساوي؟ هاي صرتي باعتي له لدانيال 5 زباين ووصيتيهم كلياتهم يدفعوا له أقل من 3 ملايين. بدي أعرف شو ناوية تعملي. هلا أنتوا لعبتوا دواركم والله يكتر خيركم. هلأ إجا دوري أنا، بس اتركوني بالأول نفخ لحتى أعرف فكر. صباح الخير.
خير مسيو دانيال. ها اهلين وسهلين مدام طرمخاني. اهلا وسهلا مرحبا. الحمد لله على السلامة. شو امتى جيتي من اللاذقية؟ هلا هي وصلتي. الحمد لله على السلامة. شو كثير؟ ايه والله. شوف شو تشربي، بارد ولا سخن؟ لا بارد. تسلم لي عينك. يا عيوني وراسي يا جركس. اثنين لمناطة بسرعة الله يرضى عليك. ايه مسيو دانيال شو صار معنا؟ والله يا مدام ما جابت أكثر من 2,650,000 ليرة ولا بشكل. لا وما شاء الله كان اجاني زباين إلها مثل زخ المطار. الله وكيلك، كل يوم والتاني يجيني زبون شكل وكلهم دفيعة. ها بس ما بعرف، حضرتك متمسكة بالسعر وبصراحة هاتي اللي ذبحني ذبح. خلينا منطقيين يا مسيو دانيال، ليش لحتى بيعها بخسارة؟ يا مدام يا مدام افهمي علي، الله يخلي لي اياكي. كلمة 3 ملايين على الناس ثقيلة وما حدا رح يدفع هالمبلغ، ونحن وصلنا لحيطان 3 ملايين، بقى ليش بدك اياها على القبلة؟ سايرينا شوي. قسما بالله ما كنت مصدق اندفع فيها المبلغ ولا بالاحلام يا مدام طرمخاني. على كل حال ما صار شيء، اعطيني الالماسة وانا بحطها عند غيرك. وشكرا كثير. فصاعة شو انك عنيدة يا مدام طرمخاني. الله يرحم جوزك. شلون كان هيك يعني؟ شلون كان متحملني يعني؟ ما هيك؟ مو هذا القصد بس. ايه اعطيني الالماسة وخليني امشي، حاكم نازلة من اللاذقية لهون لحتى انهي امره. هذا اخر كلام عندك؟ مثل ما عم بقلك، ما عندي غير هالكلام. طيب مثل ما بدك، تفضلي يا ستي. وهي الالماسة تبعك. شو هي؟ الالماسة. شو عم تحكي انت؟ عم تمزح معي؟ لا ما عم بمزح، انا عم بعطيك الالماسة. شلون يعني عم بمزح بقى؟ مشان الله لا تخفف دم، مو جعبالي اضحك، مشوبة كتير. انا ما عم حاول ضحكك يا مدام، انا عم بعطيك الالماسة تبعك. هلا هي بتسميها الماسة؟ يا ستي سميها مثل ما بدك كمان. مشان الله لا تضحكني، لا تخفف دم. ما بدي ضحكك يا مدام، هي بضاعتك ردت اليك يوصل الله وبارك. شوف مسيو دانيال، انت مسموعياتك كتير نظيفة بالسوق وصيتك عاطر بين الناس، بقى ليش بدك تسود صفحتك؟ ماني عرفانة. سود صفحتي؟ شلون يعني؟ هلأ ما لقيت غيري تزعبر عليه؟ شو شايفني ريالتي شاطة ولا مجدوبة؟ ما عم بفهم عليكي. شو بدك بالضبط انت؟ فهميني مشان الله. هلأ هذا الفاكس مو انت بعته؟ صح. هذا مو خطك؟ مظبوط. هذا مو توقيعك دانيال السعدي؟ صحيح. هذا الفاكس مو طالع من جهازك مثل ما هو مكتوب هون؟ ولك صحيح مظبوط. مبلا لوين بدك توصلي؟ طرمختيني. بقى معقولة الماسة باعترافك جابت 2,650,000؟ تقوم تعطيني شقفة حجرة سودة ما بتسوى فرنجين؟ شو شايفني على البركة ولا بدك تنصب علي؟ انصب عليكي؟ لا العفو انت ما بتعملها لانه انت مالك نصاب، بس اكيد عم تمزح معي او حابب تعمل معي شي مقلب. ما عم بفهم يا جماعة، فهمي سطم، تفكيري شل. شو بدك مني بالضبط يا مدام؟ بدي الماسي اللي حققت 3 ملايين، يا اما اعطيني الماسة جديدة بنفس القيمة. المعلم موجود بمكتبه؟ ايه موجود. قال شي جرايد اليوم؟ لا لسه. خير في شي؟ في خبر عن إحالة 4 مدراء عامين للقضاء بتهمة الفساد. شو الحكي؟ ومدير ما من بيناتهم؟ لو كان بيناتهم ما كنت شفتيه بمكتبه هلا. بعدين الأستاذ سعد الدين زلمة شريف وضيف، ما في عليه أي شبهة أبدا. ايه أكيد، بس قلت لحالي يعني ممكن يحصل هذا الشي بالغلط. ولو يا آنسة لميا، سلامة فهمك، هيك شغلات ما فيها أي مجال للغلط. أنا رح فوت شوي لعند أستاذ سعد الدين. عنده حدا؟ لا ما عنده حدا. تفضل. مرحبا أنسة لميا. أهلين أستاذ منصور. المعلم موجود؟ إيه موجود. أنا جايك اليوم؟ لا لسه، بس هلأ فات لعنده مدير المكتب الصحفي وأكيد رح يخبره. فظيع مدير هالمكتب الصحفي، شو بيحب الفاينة؟ أوامرك قد لحتى يخبره؟ ألو نعم؟ أهلين أستاذ.
اي موجود بمكتبه. لا والله ما قرا جرايد اليوم بس دري بالخبر. هلا من شوي فات لعنده مدير المكتب الصحفي والاستاذ منصور نائب المدير العام. على عيني. اوكي هلا ببلغه. اهلا مع السلامه باي. ودخلاك عرفت لي من هنن المدراء العامين يلي انحالوا على التفتيش؟ اي نعم سيدي. مدير عام الطوابع والسجلات. ومدير عام الحبوب والشعير والعدس. ايوه. ومدير عام حفر الشوارع والارصفه ومدير عام دائره التفتيش العاشره. العمى العمى على هالخيله. هلا مدير التفتيش صار بده تفتيش؟ يا زولات هزولات شو هالحكي؟ بالمناسبه استاذ اربعتهم بيستاهلوا، يعني هالجماعه هدول طلعت ريحتهم من زمان. شي طبيعي تطلع ريحتهم لانه ما في شي ممكن يتخبى. الحلال ببين، الحرام ببين، والمسؤول يلي بده يلغوص ويمد ايده الا ما ينكشف امره بالنهايه. بتصدق استاذ صارت النزاهه والاستقامه عمله نادره بهالبلد. لك الا نادره ولا شيء انت الثاني. الموظف الشريف يلي مربع على الاخلاق والقيم والعفه والنزاهه مو ممكن ينحرف مهما كانت الظروف. شو الحكي؟ مزبوط استاذ، هذا هو الحكي الصح. هي انا مثلا قدامكم اضربوني مثلا، كم سنه صار لي مدير عام انا؟ 10 سنين بعيون الشيطان. ها ها، يعني خلال هالعشر سنين ما كنت بقدر اعمل ثروه طائله ما تاكل النيران؟ بقدر ولا ما بقدر؟ بتقدروا ببساطه استاذ. طبعا بقدر، لانه المال قدامي داشر، الصلاحيه عندي واسعه، والرقابه مغمض عيونها. صحيح سعد الدين بيك، بس اخلاقكم ومبادئكم ما بتسمح لكم بهيك شيء ابدا. برافو عليك يا منصور، برافو، لانه المسؤول الكبير يا سيدي والصغير اهم شيء عنده هو الاخلاق والمبادئ والقناعة. هي انا على سبيل المثال راتبي كله مع التعويضات يا دوب يوصل للعشرة الاف ليرة، وبيطلع لي بالسنة شوية مهمات وحوافز، يعني كله على بعضه بيوصل للخمستاشر الف بالشهر. بس انا بصراحة قنعان فيهم وبعمري ما فكرت مد ايدي على الحرام. بيتي لحد هلأ ومثل ما بتعرفوا بالاجرة، هو اجت الدولة ها بدها تعطيني بيت، مو انه طنشيت. بس يا اخي حسيته بيت فاخر جدا، فخم كتير، وبصراحة خفت من هالمظاهر. والحق بايدي انتبني هيك احساس يا اخي، لانه انا ربيان بالاصل باسرة فقيرة درويشة عايفة تكنة. ابي كان مرابع بستان بسيط، وامي الله يرحمها كانت تخدم ببيوت الاكابر، وكنا نفطر زيتون معصميس ونتغدى بطاطا مسلوقة ونتعشى يا مسبحة يا فلافل يا فلافل يا مسبحة. يعني مشان هيك بتلاقوني دائما حريص كتير على تكريس نشأتي. ما بدي شم ريحة باطي يا أخي، ما بدي اتأنزع على البشر. الله وكيلكم، ومثل ما بتعرفوا جميعا الفرش عندي مسخم تسخيم مهرهر، أكل عليه الزمن وشرب، سيارة خاصة ما في، يعني متى ما طلع التقاعد برجع على الموتورجل. وانا راضية راضي، مالي متزمر، لانه بكفيني انه كل يوم بحط لك راسي على المخدة وبنام مرتاح البال والضمير. وان تنام مظلوما خير لك من ان تنام ظالما. يا لطيف يا شباب، شو بيريحني هالشعور، بيريحني على الاخر. هذا عين العقل استاذ. ويا ريت استاذ، يا ريت كل مسؤولين البلد يكونوا مثلك، مو بس هالبلد والبلدان المجاورة ايضا. سيدي كل انسان عليه من حاله، واهم شيء انه الانسان يكون صادق مع نفسه، وفي عنده ضمير يقظ يحاسبه ويقول له تعال هون ولك، تعال هون، وين رايح انت، وين، ارجع ولك، ارجع على الخط المستقيم. وهو بيني وبينكم الحق على الدولة كمان. ها كيف يعني استاذ؟ يعني الدولة بتمدلك وبتفرش لك وبتفتح لك خزائن هالملانة وبتغض النظر، تعمل حالها قال يعني ما لا شايفة. والإنسان يا أخي بطبعه ضعيف، بينزل لك بهالخيرات الداشرة بالأربعة والكف، بخف عليهم خف. يلي بيتاكل بياكلو، يلي بينبلع بيبلعو، يلي بينسف بسفو، يلي بينتشق بينشقو، يلي بيلتحس بيلحسو، ويلي إيه؟ عفوا استاذ،
نعم. وصلنا فاكس من الصين من جمعية الصداقة السورية الصينية. أيوة. شو عم يقولوا فيه؟ عم يقولوا إنه 10,000 غرسة اللي قرروا إنه يبعثوا لنا ياهن بناء على معاهدة الصداقة بيننا وبينهم شحنوهم ورح يوصلوا بعد أسبوع. شو هالحكي؟ أنا بصراحة ما توقعت يبعثوهم بسرعة، بالعكس اتوقعت تمطلنا شغلة سنة زمان. الأصدقاء الصينيين ما في بالعادة يتأخروا علينا بهيك شغلات أبدا. بالفعل استاذ، كلمتهم كلمة ووعدوا وعد. يا سيدي أنعم وأكرم، أنعم وأكرم، ما قلنا شيء. طيب والعمل هلا؟ بشو استاذ؟ هالغرسات هدول مبعوثين يا منصور مشان إنشاء غابة للصداقة السورية الصينية. ما في مشكلة، بنعمل غابة صداقة استاذ، شغلة بسيطة. منين بسيطة أنت التاني؟ سبحان الله شلون بتفكر يا منصور؟ المعلم معه حق، لأنه مو بهالبساطة ممكن نلاقي أرض مناسبة ليكون عليها موقع الغابة، وبصراحة الأصدقاء الصينيين حشرونا حشر بالوقت. مو هيك؟ فهم لي قال الأستاذ منصور. وينك لمياء؟ أمر أستاذ. فوراً بدي كتاب للوزارة، خليهم يرشحوا لنا كم موقع مناسب لإنشاء هالغابة، بعدين نحن بنطلع ومنعاين هالمواقع وبنختار الأنسب. حاضر أستاذ. ونوهي بالكتاب إنه بدنا الجواب بأسرع وقت ممكن. حاضر أستاذ. بتريد شي تاني غيره؟ لا لا سلامتك. شو تفضل. يسلم. يعني ليش الأصدقاء الصينيين ملهوجين كل هالقد ليبعتوا لنا الغرسات؟ والله ما بعرف. والله حميت سيارة سيدي. إيه ما حلا تحمى، ما مشينا جديدة لساتها ناقصها مي. حميت معك مي؟ إيه معي، هلا بحطها لقيتي. ماشي الحال، انزلوا يا شباب. وين المنطقة اللي بدنا نستكشفها أول شيء؟ بتل البحص أستاذ، بتبعد حوالي 40 كيلومتر عن الطريق العام. 40 كيلومتر والله كتير. طيب الطريق وعر يا ترى؟ شوي وعر، لكن منيح اللي اجينا بهالسيارة هي، لاني انا كنت عم فكر اجي بالمرسيدس. سيدي بس هاي السيارة افضل من المرسيدس لهيك مشاوير. هو سيدي بدكن الحقيقة يعني السيارة ما بتقدر تفوت لجوا، بدنا نضطر نمشي على رجلينا شوي داخل الشول. شو هالحكي؟ انا فهمت منك انه الشغلة ما بدها مشي منوب. يعني مثل ما بتريدوا، اذا بتحبوا سيدنا ممكن نطلع على الموقع من بعيد لبعيد. سيدي ماشي الحال، بنمشي لنا شوي، شو الشغلة؟ خلينا نحرك دمنا، قسما بالله عظامي يبست يا شباب من قلة المشي. إيه هذا لأنكم تعودتوا على ركبة السيارة سيدي. لك تضرب هيك عادة تضرب. لا وبكرة متى ما طلعت على التقاعد، إيه قسما بالله، بدي اتشنطط شنطة الكلاب. عفوا وليش لحتى تتشنططوا سيدنا؟ شو ليش؟ لأنه هلأ في تحت أمرتي 4-5 سيارات، بس متى ما راحت هالسيارات وسحبوا لك هالبساط من تحتي، ايش بدي اعمل بحالي؟ تشتروا لكم سيارة صغيرة سيدنا. ولك منين يا حسرة؟ منين؟ من هالراتب السخيف تبع الوظيفة؟ ايه حق بيك اب زراعية ما في معي حتى اشتري سيارة، ولك تضرب هالوظيفة تضرب. بتخلي الواحد يتعود على العز والنعيم وبالاخر بيرجع على الارض يا حكم، مثل صبي الحمام، ايد من ورا وايد من قدام. ليش ناويين تطلعوا على التقاعد سيدنا؟ اولتها واخرتها، ما بدي اتقاعد يعني؟ هلا ولا بعدين؟ نفس الشيء. بس انا ما بتصور يقدروا يستغنوا عن خبرتكم وعن حكمتكم سيدنا، لانه كمان القياده عرفانه بمين تحط ثقتها. طبعا. صدقني سعد الدين بيك، اذا ما مددوا لكم الخدمه شي 15 سنه انا بكون ما بفهم شيء. اسهمكم كثير كبيره فوق. سيدي كل شيء بيجي من الله يا محلا. المهم هلا مين رح ينتظرنا هنيك بتل البحص؟ المختار ورئيس الجمعية الفلاحية ولفيف من الفلاحين. يا أخي ليش عاجقينك هالقد؟ ليش اللفيف؟ شو رايحين نحن على احتفال؟ مشان مقامكم سيدنا. أنا جاهز سيدي، بتحبوا تمشوا؟ إيه يلا يلا وهو كذلك. تفضل سيدي.
شو وين الجماعة اللي بدها تستقبلنا؟ نحن وصلنا بكير سيدنا. وإذا وصلنا بكير مفروض ينزرعوا هون قبل بساعتين ثلاثة. ذكرني اسلخ رئيس الجمعية والمختار عقوبة بس وصل للشام. بيستاهلوا سيدي بيستاهلوا. وين الموقع؟ لحظة بشوف الخريطة بس. الموقع سيدي هون، يعني بدنا نمشي لورا هالتلة. بعيد يعني؟ لا ما كتير بعيد، يعني لحشة حجر. لك شو لحشة حجر؟ والله لحشة منقلع ما منجيبه، بعيد كتير. يعني سيدي شو بدي لك، هو هيك حسب الخريطة. ماشي الحال. يا صلاح. نعم سيدي. الله يرضى عليك، خليك انت هون وبس يجي المختار وجماعته بتنتظرون. ماشي سيدي. المرافقة؟ رح ناخد اثنين والباقي خليهم عندك. مشي امشي امشي. ابو شاكر. نعم. ابو سامر حضر طبعا معلم. يلا يلا. هذا هو الموقع سيدنا، هذا هو الموقع حسب الخريطة. هلا هذا الموقع خرج غابة صداقة. هاد ما عجبكم سيدي؟ لا والله ما عجبني وما رح يعجب حدا. اصلا مين هالغبي اللي رشح لك يا خبير الوزارة سيدنا؟ بلا خبير بلا مبير. العمى ضربه ما اغباه. قسما عظم انا ولد صغير ما بيختار هيك موقع. ولك غابة صداقة بدنا نعمل نحن يا منصور، مو بير بترول. يعني غابة تشوفها هيك الناس تنصر من منظرها، مو نزرع شجرات بأرض حفرة نفرة ما فيها لا هبوب ولا دابوب. منصور معكم حق سيدنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا مختار ضيعة تل البحص، وهذا رئيس الجمعية الفلاحية، وهدول شباب أعيان من الضيعة. لك ايه كل هلا؟ المعلم انزعج كتير وخبط بدنه لما وصل ولا احد باستقباله. شو الحكي؟ الله وكيلكم وكيل السماء والارض، عم نستناكم من الصبح. وين عم تنتظرونا؟ ورا التلة، تلة النمس. ايه بس الموعد هون مو ورا تلة النمس. لا يا استاذ، الموعد وانت السادق هنيك، بعدين انت سيد العارفين هاي الارض مالحة كتير وبجاجة وما بينزرع فيها شي. طبعا هذا غير الالغام. شو قلت؟ الغام؟ طبعا، لانه بهالمنطقه في الغام من ايام الحرب العالميه الثانيه، وكل سنه بيروح له شي 2-3 من الرعيان. شو هالحكي؟ شو عم تقول؟ مثل ما عم اقول لك، والكل بيعرف هالشي. بس لا تخاف، هون محل موقفين ما في شي. منطقه الخطر بتبدا من هذيك المنطقه اللي شايفها هنيك. انا قلت له هذيك. ايه نعم استاذ. ولي المعلم راح لهنيك. انا معلم. لك شو انا معلم؟ سعد الدين بيه. ولي والله يصلحوا. شو اخذوا لهنيك؟ لك شو اخذوا لهنيك؟ مفتكرين انه هنيك موقع الغابة؟ انا موقع غابة هاد؟ حدا بيزرع غابة صداقة بحق الالغام؟ لا حول ولا قوة الا بالله. الله يستر. امشوا شباب، امشوا نندهلون. لا عمي روحوا انتوا، انا ما دخلني. لك اخي لا تخاف لا تخاف، نحن بنعرف المنطقة منيح وبنعرف وين نمشي. يلا يا جماعة خلينا نمشي بسرعة قبل ما ينفجر شي رغم بالمعلم لا سمح الله. هيدا 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 هيدا. بس نرجع عالشام ذكرني اسلخوا عقوبة لهالخبير الفهمان. تمروا تمروا سيدي. سعد الدين بيك يا وقفوا عندكم سيدي، لا تتحركوا بأرضكم بأرضكم. خير؟ ليش عم يجعر هذا؟ شو في هالمنطقة اللي انتو فيها؟ منطقة الغام. نعم. شو عم يقول؟ الغام يا مولانا الغام. الغام؟ لك يخرب بيتك يخرب بيتك وبيت بيتك انت وهالخريطة تبعك، جايبني على حق الالغام؟ قسما عظما لا سرحك من وظيفتك اول ما نرجع الشام. هذا اذا رجعنا يخرب بيتك. طولوا بالكم سيدي، طولوا بالكم والله العظيم ما بعرف. خلاص خلاص، شلون بدنا نطلع من هون هلا؟ ارجعوا من نفس الطريق اللي جيتوا منه، وشوي شوي وعلى مهلكم. ولا منصور بتذكر الطريقة اللي اجينا منه؟ بتذكر سيدي، يمكن هيك، ولا يقول لك يمكن هيك سيدي. تعال هون انت وياه، تعال. انت بتمشي اول واحد، انت وانت وراه، وانت بتمشي وراهم. يلا عوام وانا اخر شيء. يلا لشوف، تنقوسوا نقوسة، لا تخبطوا تخبيط على الارض مثل الحمير. امركم امركم. يلا لشوف، وخلي 5 متر بين الواحد والتاني. عوام يلا. على اليمين.
بتعلق اجري هون شي؟ أعوذ بالله يا شباب يا شباب، في شيء في شيء تحت رجلي. اوعى تتحرك يا مولانا، هذا لغم. نعم، خلي رجليك على الارض سيدنا وتغاطي منيح حتى ما ينفجر اللغم. شو اعمل يعني يا شباب؟ لا تعملوا شيء سيدنا، خليكم ثابتين بالارض لانه اذا رفعتوا رجلكم بينفجر اللغم فيكم سيدنا. بينفجر اللغم؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم على هالمصيبة. لازمنا خبراء الغام بسرعة يا جماعة. هات هالموبايل لك، هات بسرعة. مع مين عم تتصلوا؟ تشجعوا سيدي تشجعوا، عم نطلب خبراء الغام. يعني بدي ضل واقف هيك لحتى يوصلوا خبراء الغام؟ ان شاء الله خلال ساعتين بيكونوا هون، بس انتوا هيك شدوا من همتكن واسركن سيدي. ساعتين؟ والله كتير. لك يخرب بيت، يخرب بيتك وبيت بيتك انت وياه، ساعتين بدي ضل بدي ضل. لك يا ربي منين اجتني هالمصيبة يا رب؟ لا اسألك رد القضاء، انما اسألك اللطف فيه. انا برأيي نطلب له سيارة اسعاف، شو رأيكم؟ هذا عين العقل، لازم نطلب له سيارة اسعاف، لانه اذا صار ما صار ممكن نلغزه. الو الو مستشفى الوطني، تشجعوا سيدي تشجعوا، عم نطلب لكم سيارة اسعاف كمان. الو هلا ضروري تخوفوا انت تاني. لك بالعكس مشان يطمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اهلين وعليكم السلام، طمني شلون الجو؟ لساته المعلم علقان، بس راح يموت من رعبته المسكين. والله معه حق، يعني شغلة بتخوف. اسمع راح اسقيك احلى كاسة شاي. لك شلون جاي من قلبك تشرب شاي ومعلم بين الموت والحياة؟ سيدي هلا إذا إله عمر رح يعيش، يعني نحن شو طالع بإيدنا نعمل؟ قولتك اللي إله عمر ما بتهينه شدة. هات الكاس الشاي لإلك، هات. يلا ها هات. يلا. لا أنا واللي خزاني أكتر شي إنه مشانا قدامه لحتى إذا في شي لغم ينفجر فينا وينفد هو، بس ربك كبير نحن نفدنا وعلق هو. هذا لأنه نيته عاطلة، ربنا سبحانه وتعالى عم يفرجيك كل هالشي، وحسب نياتكم ترزقون. إيه سبحان الله. دلعينا الشايات مين مساويون؟ خضرة رجلي يا جماعة، مشان الله ما عاد فيني ادعس أكثر من هيك، رجلي صارت ترجف تحت مني. شدوا حيلكم سيدي، ورجلكم لازم تضل ثابتة على الأرض، وقد ما فيكم تكبسوا كبسوا. لك شو نكبس؟ شو نكبس؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لك كله منك يا منصور الزفت، لا أناتي لي معك خريطة قال على أساس، يعني كتير بتفهم بالخرائط أنت. ولك وين الخبراء؟ لسه ما وصلوا؟ دخيلكم طولوا بالكم سيدنا، ما بقى إلا يصلوا. يا شباب لكم ثوابي، ذكروني بشي دعاء خليني ادعي لربي. أحمى شو هاد؟ هاد اكيد لغم انفجر بشي راعي. اركضوا اركضوا اسعفوا يا شباب. ولك ذكروني بشي دعاء انت ويا ولا. قولوا سيدي يا ربي اللي خلقتني بين الخلايا، اوعى تنشغل بغيري وتتركني بالضايق. لك معقولة خاطب ربي بالعامة؟ أعطيني دعاء بالفصحى أنت وياه. هذا اللي بعرفه يا سيدي. الله لا يعرفك بحكمة، الله لا يعرفه بحكمة. اللهم لا أسألك رد القضاء، ولكن أسألك اللطف فيه يا ربي. ارتف بعبدك الفقير وانظر إليه بعين الرحمة يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله، شو هالانفجار القوي هاد؟ معقول يكون المعلم طار؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ليك ليك الدخان الغبرة ليك؟ على حسب ظني هالانفجار مو بعيد محل معلقان المعلم. إيه؟
أنا راح تنهار أعصابي يا جماعة. رجلي عم ترقص تحت مني رقص، ما عاد فيني قوة يا شباب. وكل الله سيدي وتغاط برجلك منيح لحتى ما ينفصل القطب السالم عن القطب الموجب. عم بضغط عم بضغط، بس حاسس نهايتي قربت، وأكيد مصيري رح يكون مثل مصير الراعي. مات الراعي ترى. لا ترك ألهم سيدنا، أسعفوه بسيارة الجيب. يا شباب اسمعوني منيح، أنا هلأ بين إيدين المولى عز وجل، يعني بالجوز موت بأي لحظة. لا حول ولا قوة إلا بالله، تأملوا برحمة الله سيدنا. لشو هالحكي هلأ؟ إن شاء الله بتعيش 100 سنة الأخر. منين؟ منين يا حسرة؟ مالي ضامن، مالي ضامن رجلي ضل ثابتة. يا ريت تسمعوني أنا. شباب لك قربوا شوي شبكون. أنا بدي بري سمتي بصفي نيتي قبل ما أنتقل لعالم الملكوت الأعلى، وبدي إياكم تسامحوني وتصفحوا عني إذا كنت غلطت في حق أي واحد منكم. شباب سامحوني، سامحوني مشان الله. سامحوه سامحوه يا جماعة سامحوه. الله يسامحك دنيا وآخرة. الله يعفي عنك يا رب يا قوي يا قوي يا رب. وشغلة تانية بدي اياها منكم، ديروا 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 بالكم على مرتي واولادي وعطفوا عليهم، حرام، لان راح يتتموا على بكير وراح يتكسر ظهرهم، لان جسر البيت تبعهم راح يروحوا دبلكي. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. انا رجلي ما عاد تحملني، وهاللغم راح ينفجر فيني باي لحظة، مع انه عم بكبس والله عم بكبس. صلاح صلاح شباك افرشد، قرب شباك، لا قرب بدي احكي معك كلمتين، قرب. لوين بدي اقرب سيدي؟ لهون. لوين يعني شباك؟ هاي قربت سيدي. لك قرب أكثر، قرب أكثر. في إلي معه، في إلك معه، في إلي معك كلام يا بيني وبينك يا صلاح. مشان الله لا تواخذني، ما بقدر أقرب أكثر من هيك. ليش بقى؟ خايف؟ معلوم معك حق تخاف. قد ما كان بطل الحياة حلوة والموت بشع، والله بشع، بشع الموت يا جماعة. شو الحكي؟ وينك صلاح؟ اسمعني مشان الله فتح حضنك، انا بدي امن على اولادي قبل ما اموت. قرب قرب. الامان بالله سيدنا. اسمعني ولا تقاطعني، الله يرضى عليك. انت مكتبي بتعرفه منيح مو هيك؟ ايه طبعا سيدي. بتفتح اول درج بتلاقي مفتاح صغير، هذا مفتاح خزنه صغيره بالحيط مخبايه ورا لوحه القناعه، كنز لا يفنى. شفت اللوحه انت؟ شفتها مو هيك وين معلقه؟ ايه ايه شفتها سيدي، بعرفها. بتفتح الخزنة بتلاقي فيها شوية ورق ومستندات. شو اعمل فيها سيدي يعني؟ احرقهم؟ لا اوعك. شو تحرقهم؟ هدول فيهم عقود بيع لشوية عقارات انا اشتريتهم مشان الاولاد، بس ما سجلتهم بالطابو مشان ما حدا يكتر غلبة ويسألني من اين لك هذا. ايه صلاح، هدول العقود بتعطيهم لأولادي مشان يثبتوا حقهم بالعقارات. وشو هالعقارات سيدي؟ في بيتين بالمزة، ومزرعة بالصبورة، وشاليين على البحر، وتراسين بمشروع دمار، وشقفة أرض على طريق المطار. وشو في كمان يا ربي؟ هاي شغلة. الشغلة الثانية بتلاقي ظرف صغير. وين محطوط هذا كمان سيدي؟ تحت العقود. هذا الظرف مسجل فيه أرقام حساباتي سرية بمصارف سويسرا. حاطت هنيك مبلغ صغير مشان الأولاد، حوالي $1,000,000، والله مو أكتر. هذا الظرف بتسلمه لابني الكبير، لأنه هو الوحيد اللي بيحق له يحرك الحساب بعد ما ماتي. واسأله في شي تاني؟ في شي تاني بالخزنة سيدنا؟ ايه في. في عقد زواجي أنا والسكرتيرة لميا. لميا ما خيرها؟ ايه لميا، شو بكم مستغربين؟ زواج على سنة الله ورسوله، كتاب الراني. بقى الله يرضى عليك، عطوها العقد مشان تقدر تثبت زواجها والطالب بحق ابنها من الورثة. ابنها؟ ايه
ابنها لم يحامل مني بالشهر الثالث. ما بدي أظلم الولد، ليش لازم أخطي؟ حاضر سيدي، في شي تاني يا ترى؟ امسك ورقة، امسك ورقة وقلم لقلك. حاضر سيدي تفضل. وفي جواز سفر مزور كنت مجهزه له ضرورة، الله يرضى عليك بتمسكه وبتشقه فورا. وبتلاقي كمان شهادة دكتوراه مزورة كنت ناوي عدلها بشهادة سورية، ما عاد فيه للزوم إلا. وفي واحد محبوس عني بسجن عدرا لما دعست صبي على طريق المطار، هو حمل القضية عني وانسجن، وكنت أعطيه 10,000 ليرة شهريا. بقى ما بدي ينقطع ويدعي على أولادي. دخيل عينك بتلاقي اسمه بدفتر صغير بسفن الخزنة. حاضر سيدي، في شي غيره؟ يا جماعة يا جماعة، أنا بريت زمتي قدام رب العالمين من كل شي، سامحوني سامحوني واستروا ما شفتي مني مشان الله. ها وصل الخبراء سيدي. اوعى تحرك بقدرس على الدين بيك. اوعى لك استعجلوا مشان الله، نملوا علي رجلي التنتين، بالاخص الرجل اليمين ما عاد فيني حيل على الاطلاق مشان الله يا شباب. شو طلع معكم؟ ارفع رجلك ولا يهمك سيدنا. شو ارفع رجلي؟ اذا رفعتها بينفجر اللغم يا حبيبي. لا لا تخاف، ما في لغم اساسا. هل تحتك هي تركة زريعة مصدية؟ تركة زريعة؟ نعم مصدية؟ نعم مصدية سيدي. بارك الله فيكم يا شباب، يعطيكم العافية. شريف الحمد لله على السلامة. الله يخليك يا سيدنا، الحمد لله على السلامة سيدنا، الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة يا سيدنا. صلاح تعال. لا نعم سيدي نعم. والله يا سيدي، والله يا سيدي كأني حاسس حالي كنت أنا اللي داعس على اللغم. والله بارك الله في جهودكم، الله معك، يعطيك العافية. الله يعافيك. نعم سيدي. صلاح هات الدفتر لك. تفضلوا. وينك؟ انسى كل شيء قلت لك اياه، ويا ريت انتوا تنسوا كمان، ما في ضروره.